أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي السنترال نيرفس سيستم الموتور ليكتشر 3، وهي خاصة أساسا بالنون أوديتوري لابيرنث، الأذن اللا سمعية، لكن في عجالة هنقول جزء صغير في الأول عن البرين ستيم، الموتور فانكشنز أوف برين ستيم. فنتوكل على الله نبتدئ بالموتور فانكشنز أوف برين ستيم. فاحنا الوضع كالاتي، ده صدنا البرين ستيم زي ما انت شايف، والبرين ستيم ده اللي هو الميد برين بونز ميدالا، في حاجتين مهمين. حاجه خدناها السنه الماضيه اللي هي السنترز اللي بيتحكموا في الريسبيريشن، ريسبيراتوري سنترز، كارديوفاسكولار سنترز، اند جاسترونترينت. من الناحية التانية عندي، يعني في نفس المكان بس مفرجك من الناحية التانية من الصورة، سنترز برضو خاصة بالموفمنتس، اي موفمنتس، كومبلكس ريفلكس موفمنتس، وبعدين البادي بوشر اللي هو برضو ماسلز. يبقى أول حاجة موجودة في البرين ستيم مهمة اللي هي السنترز بتاعت الريسبيريشن والكارديوفاسكولار والجاسترونترينت، والسنترز اللي بتتحكم في الماسلز اللي هما بتوع الاي موفمنتس وبتاع الكومبلكس ريفلكس موفمنتس وبتوع البادي بوش. تاني حاجه بقى في الريتيكو فورميشن، عندي يوجد نوعان من الخلايا، نوع صغير وكتير اللي هو السنسوري سيلز، هم بشاور عليهم بالليزر، ونوع الموتور سيلز تتميز نمره واحد بانها اكبر، اتنين بان عددها اقل، ثلاثة ودي الأهم، إنها بتتلقى impulses من السنسوري سيلز. يعني لو هنشوف ده هيبقى تأثيره إزاي. فنبتدي بالموتور large cells دي بتدي two branches، ascending branch و descending branch. الascending branch بنسميه اسمين، reticular activating system أو باختصار الراس، لكن في اسم اقل شهره واطول شويه، الناس ما بتحبش تطويل، يسموه ascending reticular activating system. خلينا في reticular activating system واحنا فاهمين ان هو ده الascending. ده وظيفته ايه؟ هو ده اللي بيبعت كهرباء، هو كهرباء الكورتكس، يعني بيبعت impulses للcerebral cortex، كل الكورتكس. طب عشان يروح للكورتكس احنا اتعلمنا قواعد في السنترال نيرفس سيستم، مفيش حد يقدر يدخل على البيل كورتكس غير لما يعدي على السكرتاريا اللي هي الثالاموس. طيب عشان يروح لكل الكورتكس يبقى الطالب ذكي لازم يعدي على نون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي، لان في الثالاموس فيها يوجد نوعان من النيوكلياي، سبيسيفيك توديك لاريا معينه، ونون سبيسيفيك توديك لكل الكورتكس. فالنون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي مرورا بالبيزل جانجليا هيودوك لكل الكورتكس، ودول مسؤولين عن ايه بقى؟ الكونشسنس، حاله الاستيقاظ اللي احنا فيها، الالرتنس، مسؤولين عن كهرباء المخ. يعني لما بنعمل الكترو انكفالوجرام، رسام المخ الكهربائي اللي بيعمل الكهرباء هو الراس، وهو اللي بيخليك متيقظ. ليه؟ اقول لكم جمله جميله جدا، ان لو قطعنا الراس، ده حصل ورم قطع الراس، دخلت في غيبوبه، ولما نحط جهاز رسام المخ الكهربائي ما يسجلش اي كهرباء، وده اللي بنسميه يا اولاد افتح ودنك الموت الاكلينيكي. يعني ما هو الموت الاكلينيكي؟ سو سيمبل، انك انت جاست قطعت الكابل الاساسي اللي بيودي كهرباء للكورتكس اللي اسمه ايه؟ الراس. حتى انا بقولها بطريقه لا تنسى يا اولاد عشان تبقوا تفتكروها، فبقول الراس اللي بيعمر الراس، يعني بيعمره بالكهرباء وبيعمره بالوعي. تقطع الراس بقيت ديد هيد، بقيت موت اكلينيكي، يبقى ده الراس. يبقى الراس بيروح لكل الارياز اوف ذا كورتكس مرورا بمين؟ سؤال ام اس كيو، النون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي. واوعى تنسى، ما هو عشان يروح لكله يبقى ما يروحش للسبيسيفيك، يروح للنون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي، وده مسؤول عن
الكهرباء بتاعت المخ الالكتريستي بتاعت السيربا كورتكس ومسؤول عن حاله الكونشسنس والالرتنس اللي المفروض ان احنا كلنا فيها دلوقتي. نيجي ناخد الناحيه الثانيه بقى الديسندنج برانش اللي هو البرانش اللي من تحت. انا مش عارف بس مين غير لي اتجاه الحاجات دي. طيب يلا نحطها كده الديسندنج برانش. هذا الديسندنج برانش بيدي تو تراكس كنا خدناهم في المحاضره الاولى في الموتور. بيدي الفنترال ريتيكولو سباينال تراكت خلاص، وده فاسيليتاتوري تو ماسل تون. ومعلومه تانية مهمه في الام اس كيو، ات هاز جوت انترنسيك اكتيفيتي، هنشوفها بعد شويه. دلوقتي الاوريجين بتاعه ايه؟ الاوريجين بتاع هذا الفاسيليتاتوري اللي هو الفنترال ريتيكولو سباينال اهو طالع من فوق، موجود في البونز في الدورسولاترال بارت في البونز، وعنده انترنسيك اكتيفيتي قلنا شغال لوحده، بيبعت فاسيليتاتوري امبلسز. خد بالك هو في الدورسولاترال وبيبعت امبلسز along الفنترال ريتيكولو سباينال، بينما الثاني بقى اللي هو الجزء الثاني من ريتيكولو فورميشن موجود في المدل. في انهي حته في المدلة؟ في الفنتروميديال، وبيبعت انهبيتوري امبلس along. يبقى جايين هنا من الريتيكولو فورميشن رايحين للسبانال كور، يبقى نسميه ايه؟ ريتيكولو سباينال. موجود في انهي تراك؟ في اللاترال تراك. حتى لو لاحظت انا سيبوا لك ده في اللاترال وده انهبيتوري، ونفس الميديال الفنتروميديال بارت اوف ريتيكولو فورميشن اللي هو في المدلة ده كنا قلناه برضو، كان سؤال مهم جدا، it has no intrinsic activity. يبقى انا هنا عندي ثلاث اسئله ام اس كيو احبك تعرفهم كويس قوي. اصعب ان وضع الريتيكولار فورميشن عكس وضع التراكت، يعني عاملين كده بالظبط، يعني اللي جاي من الدورسولاترال بيروح للفنترال واللي جاي من الفنتروميديال بيروح لللاترال، فكده بالظبط، يعني نفس الريتيكولار فورميشن عكس التراكت، اللي هنا بيروح هنا واللي هنا بيروح هنا، عشان ما تنساش ابدا. تعالى بقى نقولها تاني، ثلاث معلومات على كل واحد. يبقى الدورسولاترال ريتيكولار فورميشن خلاص اللي هو موجود في البونز ده، اول معلومه انه في البونز. تاني معلومه هو دورسولاترال اه، لكن بيدي انهي ريتيكولو سباينال؟ بيدي الفنترال ريتيكولو سباينال. تاني معلومه خلاص، واللي هي قلنا الاف مع الفي، الفنترال هو ده اللي فاسيليتاتوري، هو ده اللي بيزود ماسل تون. رابع معلومه عنده انترنسيك اكتيفيتي، الحته دي صعبه اقولها تاني يا اولاد. يبقى البونتاين ريتيكولار فورميشن موجود في الدورسولاترال، لكن التراك بتاعه بالعكس هو دورسولاترال نفسه هنا، انما يروح فنترال ريتيكولو سباينال. وفاسيليتاتوري الاف مع الفي، التراك اللي موجود في الفنترال اهو في الفنترال بارت هو ده اللي فاسيليتاتوري وهاز انترنسيك اكتيفيتي. طب قولوهم انتوا بقى الاربع جمل اللي بالعكس. الريتيكو فورميشن اللي في المدلة اول معلومة موجود في الفنتروميديا، طب ده يروح تاني معلومة بالعكس فنتروميديا يروح لللاترال، فيبقى اسمه لاترال وجاي من الريتيكو فورميشن السبينال كور ريتيكولو سباينال. تالت معلومة انه هو انهبيتوري. رابع معلومة انه it has no intrinsic activity. دي نقطة مهمة جدا في الام اس كيو احبكم تاخدوا بالكم منها. واوعى تنسى في المعلومتين الاهم في الاربع معلومات، ان التراكت الفاسيليتاتوري اللي بيزود التون بحرف الاف موجود في السباينال كورد في الفنترال، فاسمه فنترال ريتيكولو سباينال. يبقى بالعكس الانهيبيتوري موجود في اللاترال كولم. والمعلومة الثانية المهمة جدا، ان الريتيكولار فورميشن اللي بيعمل فاسيليتيشن فاسيليتات الريتيكولار فورميشن ده ات هاز انترنسيك اكتيفيتي اللي هو في البونز، بينما الانهبيتوري ريتيكولار فورميشن اللي في المضلة هاز نو انترنسيك اكتيفيتي. دي كان في عجالة الموتور فانكشنز اوف ذا برين ستيم، وهي يعني ممكن تيجي لك سؤال نظري، انما في الاغلب يا اولاد بيجيبوها في الام اس كيو. انا بس عايز اقول لكم حاجه ثانيه لطيفه. احنا قلنا ان الراس اللي بيعمر الراس
اللي هو ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، ده اللي هو الاسندنج برانش بتاع الموتور، والموتور دي بتتلقى امبلس من السنسوري سيلز. عشان برضو مش جاي اقرا معاك وعاوز تفهمه ايه قيمه ان بتتلقى امبلس من السنسوري سيلز، ان كل الاحساسات تساعد على تيقظك، لان السنسوري سيلز هتدي الموتور اللي بيدي اسندنج برانش يعدي على النون سبيسيفيك ثيرميك نوكلاي اكتيفيت كل الكورتيكال ايريز. واديك مثال، حضرتك قاعد كده مش واخد بالك، وبعدين بقول لك بكلم يعني انا عاوز استثير انتباهك، رحت قرصك تبص تلاقي الواحد يعني فجاه فاق كده. ايفن ايقاظ اي شخص بيتم ازاي؟ اقول لك اصحى، يبقى ده السنسيشن هنا عباره عن هيرينج، او افتح النور السنسيشن فيجوال، او ما ينفعش دي ودي اقرصك بينفول، لان على فكره البين هو اكتر حاجه بتستيميليت الراس اللي بيعمر الراس، يعني يوم ما تعجز عن انقاذ واحد بتقرصه. ده ساعات بس ده حاجه الليجال على فكره، انه لما يبقى عيال اندر انستيزيا وبنفوق فيه خلص العمليه يعني مش عارفين هو نايم ولا صحي، ساعات الراجل بتاع البنج يقرصه قرصه صغيره كده عشان خاطر يعمل له اكتيفيشن. ده بيفهمك ليه السنسوري سيلز راحوا للموتور، لان حاله الكونشسنس والالرتنس مبعثها هو السنسوري ستيمولاي، واللي بيبقينا متيقظين دلوقتي هو السنسوري ستيمولاي. حضرتك قاعد سامعني، قاعد مبحلق في السمارت فون بتاعك وبتتفرج على المحاضره. يبقى تاني في عجاله ريتيكو فورميشن في البرين ستيم بيحتوي على حاجتين مهمين، الاول عندي سنترز للكارديو باسكو ريسبيراتوري اند جاسترونستاينال، وايفن للماسلز اللي هي اي موفمنتس كومبلكس بادي موفمنتس او ريفلكس موفمنتس والبادي بوش. تاني نقطه، لو جالك سؤال نظري، في نوعين من السيلز، سمول سنسوري سيلز، حتى الاس مع الاس، السمول هي السنسوري وعددهم كتير ويبعتوا امبلس الموتور، الموتور اكبر وعددهم اقل خلاص، وبعدين دول بيبعتوا ascending branch وdescending branches. الascending اللي هو reticular activating، حتى شوف اسمه هو ده اللي بيخليك متوقظ، reticular activating system، بقول الراس اللي بيعمر الراس ده اللي مسؤول عن كهربة المخ، وعليه مسؤول عن حالة الconsciousness والalertness اللي احنا فيها. وعليه علمتك معلومة جميلة جدا، لو اتقطع الراس مخك لا فيه كهربة واصبحت انت كوماتوز، وهذا هو الموت الاكلينيكي. وعشان خاطر ياكتيفيت كل الكورتكس، معلومه مهمه في الام اس كيو، كان لازم يعدي على النون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي. بينما الديسندنج برانشز عندي نوعين، في عندي البونتاين ريتيكو فورميشن وده الفاسيلتاتوري، والميدالا ريتيكو فورميشن وده الانهيبيتوري. وكل واحد عرفنا عنده اربع نقط، انا هقول واحده وانت متخيل الثانيه. ان البونتاين اول معلومه في الدورسولاترال بارت اوف ذا بونز، بس التراكت انت حافظه، وانت لو حفظت تراكت تجيب اللي فوق، هو دورسو لاترال بس يروح للفنترال بارت اوف ذا سبينال كورد، فيسموه فنترال ريتيكولو سباينال. وقلنا الفنترال بحرف الفي هو ده الفاسيليتاتوري تو ماسل تون، يعني لو اتقطع الفنترال كولر سبينال كورد التون يقل، وقلناها في المحاضره الاولى، وده عنده انترنسيك اكتيفيتي. بينما بالعكس الميدالري اللي موجود في الميدالة اسمه فنتروميديال، ويروح بالعكس يحتل اللاترال بارت اوف سبينال كورد، فيبقى اسمه في اللاترال وجاي من ريتيكو فورميشن للسبينال كورد. بالله يسميه انت في اللاترال يبقى لاترال، في جاي من ريتيكو فورميشن يبقى ريتيكلو، ورايح للسبينال كورد يبقى ريتيكلو سبينال، وده انهيبيتوري وموجود قلنا في اللاترال كولم وهاز نو انترنسيك اكتيفيتي. نيجي بقى الموضوع الالطف النهارده يا اولاد، وهو النون اوديتوري لابيرنث، الاذن لا سمعيه. وده موضوع عاوز يعني شويه تخيل هندسي، وده اللي بيخلي الموضوع لطيف خالص. بص معايا، دي انا مقرب شويه عشان خاطر الصوره تبان اكبر، عشان نتغلب على موضوع اللي هو ان مش هاي ديفينيشن في النت مش قد كده. لابيرنث اللي هي الاذن الداخليه، ومعنى كلمة لابيرنث يا أولاد في اللغة معناها متاهة، وزي ما أنت شايف الشكل اللي قصادك متاهة ميز. واللابيرنث تتكون من جزئين، ممبرنس لابيرنث بيحميه من بره البوني لابيرنث، دي تقسيمة أناتوميكال
يبقى في ميمبرينز بنفس الشكل اللي انت شايفه حواليها بنفس الشكل بونز يحميها. طيب فانكشنالي بتتكون من حاجتين، اوديتوري اللي هي الاذن السمعيه هنشرحها مع السبيشال سنس باذن الله، واللي هي لفه كده عامله منظر قوقعه فيسموها كوكليا. كوكليا يعني قوقعه، ودي وظيفتها هيرينج، ودي هنرجئها. يبقى خلينا احنا النهارده جايين ندرس مين بقى، ما بندرس الاوديتوري اللي هي الكوكليا القوقعه اللي هي بتاعه الهيرينج، بندرس النان اوديتوري اللي هي بتاعه الاكوليبريم الاتزان، ودي بتنقسم فانكشنالي الى جزئين يا اولاد. الجزء الاول اسمه فيستيبيول، ومعناها في اللغه ردها، لانه بيؤدي اهي واحده فيهم بتؤدي لل 3 سيميسيركو كانالز. يبقى عندنا ردها اللي هي الفيستيبيول و 3 سيميسيركولار كانالز. يبقى النان اوديتوري بتنقسم الى ساكيول، بتنقسم الى فيستيبيول و 3 سيميسيركو كانالز. نيجي بقى الفيستيبيول اللي هو الردها، بينقسم بدوره الى نوعين، ساكيول وهو تصغير كلمه ساك يعني كويس، ويتركل وهو تصغير كلمة رحم يوترس، فيبقى في لغتنا الجميلة رحيم. يبقى ده الفيستيبيول، وده هياخد مننا 5 دقايق بالظبط في الشرح. اللي هياخد شوية وقت أكتر اللي هو 3 سيميسيركولار كانالز، دول 3 سيميسيركولار كانالز. تمام؟ طيب جوه الممبرنس لابرنس في اندوليمف، عشان دي اسئله في الام اس كيو، يماثل الانتراسيرال فلويد، يبقى ريتش ان بوتاسيوم. براها ما بين الممبرنس والبوني لابرنس اللي بتحميها في بيريليمف يماثل الاكسترا فلويد، يبقى ريتش ان صوديوم. طيب العصب اللي بيغذي اللابرنث اسمه فيستيبلو كوكليار نيرف، لان هو بينقسم الى جزئين، كوكليار رايح للكوكليا ده بتاع السمع، والفيستيبلر بارت ده رايح للنان اوديتوري اللي هي بتاعه الاتزان الاكوليبريم. يبقى تاني يا اولاد، يبقى في عجاله، ده مش نظري خالص، ده اسئله ام اس كيو. اللابيرنث اناتوميكالي جزئين، ممبرنس لابيرنث بروتكتد باي بوني لابيرنث. طب فانكشنلي تنقسم الى جزئين، اوديتوري السمعي اللي هو عباره عن الكوكليا اللي هو القوقعه، هي لفه زي القوقعه اللي بنلاقيها على البحر، ودي مسؤوله عن الهيرنج ومتصله بالكوكليار ديفيجن اوف ذا فيستيبيول كوكليار نيرف، وهنرجعها. طب نيجي للجزء المهم بتاعنا بتاع النهارده اللي هو النان اوديتوري. فانكشنلي فانكشن بينقسم الى قسمين، كل حاجه 2، رقم السعد 2. فيستيبيول يعني ردها، بحب قوي تبقى عارف المعاني العربيه، لابيرنث يعني متاهه، فيستيبيول يعني ردها، و 3 سيميسيركولار كانالز. يبقى النان اوديتوري فانكشن جزئين، فيستيبيول اللي هو ردها و 3 سيميسيركولار كانالز. طب الفيستيبيول بينقسم بدوره الى قسمين، يوتريكل رحيم، وساكيول اللي هو كويس. تمام؟ جوه الممبرينس لابيرنث في اندوليمف ريتش ان بوتاسيوم، براه في بيريليمف زي الاكسترا فلويد ريتش ان صوديوم، ويتصل الجزء النان اوديتوري ده بالفيستيبولار برانش اوف ذا فيستيبولو كوكليار نيرف، ووظيفته الايكوليبريم. في نقطه كلينيكيه بنركز عليها في امريكا يا اولاد، احبك تاخد بالك منها. هل الاوديتوري والنان اوديتوري كل في وادي؟ لا، للاوائل. الكوكليا اللي هي السمعيه بتتصل بالساكيول الكويس اهو اللي هو الجزء اللا سمعي النان اوديتوري، وعليه افتح ودنك تعلم طب. الاذن السمعيه تؤثر على الاتزان، والاذن اللا سمعيه تؤثر على السمع، يعني الخلل في ايهما قد يؤثر في الاخر. ليه؟ لان هما كونكتد تو ايتش اذر، لان الكوكليا كونكتد تو دي ساكيول،
وزي ما بقول الرسومات دي حصاد السنين وانا بهتم بيها جدا عشان تعلمه كويس. بس طبعا انا مستاء بس هنحل المشكله دي باذن الله لما فاضل لي يعني ساعات واغادر القصه نشوف حل يعني تقني يعني للمشكله اللي احنا فيها دي حل تقني. غالبا هنعمل تسجيل عشان هنا النت مش سريع زي نورث امريكا في مصرنا العزيزه، فيبقى التسجيل هو احسن حاجه وبعدين نبثها بعد كده حتى نقدر نعملها لكم بقى في مواعيد تبقى يعني مناسبه لكم اكتر. طيب دلوقتي احنا عايزين ناخد اول حاجه 3 سيمي سيركو كانالز، ودي اللي هتاخد برضو الوقت الاكتر بتاعنا شويه. 3 سيمي سيركو كانال، فالسؤال هو ليه ربنا عمل لنا 3 سيمي سيركو كانالز؟ الاجابه انه السيمي سيركو كانالز اهم معلومه فيها الاول، حتى المفروض بنقولها في الاخر بس انا هقولها في الاول. هو ما هي سيمي سيركو كانال؟ بص ايدي اند يو نيفر فورجيت ات. الطلبه بتقول بنفتكرك قلتها ازاي؟ سيمي سيركولار كانال، سيمي سيركولار، سيركولار مسؤوله عن انجولار اكسلريشن، اسراع الدائري. خلاص يعني ايه؟ يعني انا لما بلف كده فهذا هو اسراع دائري في الهوريزونتال بلين. طب ليه ربنا عملهم 3 كانالز متمشيه مع المستويات الثلاثة؟ احنا عندنا 3 دايمنشنز، يعني ممكن واحد يدور في 3 اتجاهات، فربنا سبحان الله مش طبيعه اللي بتخلق، قوة عاقله، فعمل لنا 3 سيمي سيركل كانالز كورسبوندينج تو ذا 3 بلينز، المستويات الثلاثة، لان انا ممكن ادور في اي مستوى منهم، فعندي 3 سيمي سيركل كانالز. الحقيقه يا اولاد اند اوفر ييرز لقيت ان انا لو قعدت اشرحها على الرسمه في الاول مش هتفهموا القصه، فعش كده عملت موديل طفولي خالص بس هيوضح لك الحكايه. ادي البلينز بتاعت الثري سيمي سيركو كانالز، يعني انا عاملها اهو اثنين فيرتيكال اهم واحده هوريزونتال. عد بقى معايا المعلومات، انا بتكلم على الثري سيمي سيركو كانالز بتوع الودن دي دلوقتي. اول معلومه ان كل كانال عموديه على الاثنتين الاخريين، يعني تو فيرتيكال عموديين على الهوريزونتال، وهم نفسهم مع بعض لو بصيت عاملين زاويه قايمه. يبقى دي عد معايا بقى المعلومات، يبقى عندي 3 سيمي سيركو كانالز، 2 فيرتيكال واحده هوريزونتال. طيب ايه علاقتهم ببعض؟ تعال نبص، دول بتوع الودن اليمين ودول بتوع الودن الشمال. انا ما حطيتهمش كده يا اولاد، انما حطيتهم كده بحيث لو بصيت هتلاقي الانتيرور فيرتيكال في ودن اهي على امتداد البوستيرور فيرتيكال في ودن الثانيه، يعني الانتيرور على امتداد البوستيرور ودي الانتيرور على امتداد البوستيرور، واضحه اهي. يبقى الانتيرور اللي بعمل البوستيرور اللي بحط عليه اصبعي ده على امتداد الانتيرور اللي هو هنا، والعكس بالعكس. طيب يبقى ما ينفعش تحطوا كده، محطوطين في كل ودن بحيث الانتيرو بتاعت الودن دي على امتداد البوستيرو بتاع الودن الاخرى، والعكس بالعكس لو بصيت من فوق. طيب نشوف بقى وضعهم، انه الفيرتيكال كانالز انا عندي كورونال سوتشر اللي هو تاجي، وساجيتال سوتشر اللي هو بيقسم الجسم لحتتين، وكلمه ساجيتال ماخوذه من الكلمه اللاتينيه معناها ارو يعني سهل، انما هو ده الساجيتال بلين. فكل كانال عامله زاويه 45 مع الكورونال اهي، لو بصيت دي 45 لقدام ودي 45، وعامله زاويه 45 مع الساجيتال يعني الفيرتيكال. طب والهوريزونتال؟ الهوريزونتال ما هماش ديد هوريزونتال كده، يعني وانا قاعد كده هما مش مع الهوريزونتال بلين، انما عاملين مع الهوريزونتال بلين زاويه مقدارها 30 درجه. يبقى تاني الزوايا، الاول ما اهم معلومه ان الانتيرو فيرتيكال في ودن على امتداد البوستيرو فيرتيكال في الودن الثاني اهي، الانتيرو اهي شايف دي على امتداد دي ودي على امتداد دي، الزقهم في بعض اهو
يبقى الانتيرو عن ده البوستيرو، الانتيرو عن ده البوستيرو. طب الزوايا، ان الفيرتيكال دول عاملين مع الكورونال سوتشر، اهو الكورونال سوتشر بتاع راسي لو بصيت كل واحده عامله زاويه 45، طب ومع الساجيتال سوتشر كل واحده برضو عامله زاويه 45. طب اخر زاويه بالنسبه للهوريزونتال، الهوريزونتال ماهيش ديد هوريزونتال كده، انما راجع كده شويه بحيث عامله مع الهوريزونتال بلين زاويه 30 درجه. طيب كل كانال بتفتح في اليوتريكل بفتحتين، اهي اوريك الرسم. سوري عاوزين نرجع تاني، الرسومات والحاجات دي زي ما بقول يا اولاد دي حصاد السنين. اهو كل كانال فتحه في اليوتريكل اهي بفتحتين في اليوتريكل، احنا قلنا الساكيول هو اللي فاتح في النون اوديتوري، يبقى مفروض عدد الفتحات يبقوا كام يا اولاد؟ 6. ولكن لاحظ التو فيرتيكال مشتركين في فتحه، التو فيرتيكال مشتركين في فتحه هنا. طيب لكل كانال في فتحه منتفخه اسمها امبوله، امبوله يعني انتفاخ، دي اللي فيها الريسبتور اللي هو الحته السوداء دي اسمها كريستا امبولاريس. يبقى كل كانال فتحه في اليوتريكل بفتحتين، النقط دي كلها ام اس كيو. طب عدد الفتحات هم 3 وكل واحده بفتحتين، كان المفروض يبقوا 6 بس التو فيرتيكال مشتركين في فتحه. طيب فتحه منهم بتبقى منتفخه اسمها امبوله وفيها ريسبتور، عشان كده سموه كريستا امبولاريس، كريستا امبولاريس. تعالى بقى دي رسمه هندسيه، لان انا قلت لك ان انا في الاول دخلت كليه هندسه فبوضح فيها يا اولاد المعلومات اللي حكيت عنها دي. بس في كلمه ناقصه هزودها، دي رسمة هندسية جميلة خالص. تاني تعالى نعيد نفس الكلام. الجملة الأولى، في عندك كام سيمي سيركو كانال؟ اللي أنت شايفه ده المستويات بتاعتهم. 3 سيمي سيركو كانالز. ليه 3؟ أنت فاهم. عشان متطابقين مع المستويات الثلاث في الفضاء. واحدة هوريزونتال اللي حط عليها الليزر، واثنين فيرتيكال. أنتيرو فيرتيكال أند بوستيرو فيرتيكال. طيب. كل كانال عد بقى معايا المعلومات، يبقى 3 كانالز. تاني معلومه احب قوي نظام، كل كانال عموديه على الاثنتين الاخريين، يعني تو فيرتيكال عمودين على الهوريزونتال. طب وهم مع بعض عاملين زاويه 90. طب تالت معلومه، انه دي اهم معلومه يا اولاد، ان الانتيرور فيرتيكال في ودن على امتداد بوستيرور فيرتيكال في الودن الثانيه، الانتيرو في ودن على امتداد بوستيرو فيرتيكال في الودن الثاني، دول بتوعي انا اللي انت شايفه، فالقدام انتيرو ورا بوستيرو. رابع معلومه، ان اي فيرتيكال كانال عامله زاويه 45 مع الكورونال سوتشر وزاويه 45 مع الساجيتال سوتشر، 45 مع الكورونال و45 مع الساجيتال سوتشر. طب والهوريزونتال عامله زاويه 30 مع الهوريزونتال. ده المعلومات اللي لازماك في الاناتومي. يبقى 3 فيرتيكال كانالز، تاني معلومه كل كانال عموديه على الاثنتين الاخريين، التو فيرتيكال عمودين على الهوريزونتال وهم عاملين زاويه 90 مع بعض. تالت معلومه واهمهم، ان الانتيرو فيرتيكال على امتداد البوستيرو فيرتيكال والعكس بالعكس، الانتيرو فيرتيكال على امتداد البوستيرو فيرتيكال. رابع معلومه بتاعت الزوايا، ان الانتيرو فيرتيكال والبوستيرو فيرتيكال كل واحدة عاملة زاوية 45 مع السيجتال وزاوية 45 مع الكورونال سوتشر، بينما الهوريزونتال مهاش ديد هوريزونتال عاملة زاوية ميلة لورا شوية عودة زاوية 30 مع الهوريزونتال. خامس معلومة مهمة جدا، ان كل كانال بتفتح في اليوتريكل بفتحتين، فيهم فتحة منتفخة واحدة بس اللي هي فيها اسمها الريسبتور واسمه كريستا امبولاريس. طب عدد الفتحات كام يا ولاد؟ عدد الفتحات هم 6. ليه؟ لان التو فيرتيكال مشتركين في فتحه، شايفها اهي، ما هو ده المستويات وده السيمي سيركو كانال، تو فيرتيكال في كل واحده عندها فتحه منتفخه لكن هم مشتركين في فتحه، فعدد الفتحات 5. اي ثينك بعد يعني الماكيتس الصغيره دي والرسومات دي صعب تقول انك انت
مش قادر تتابع. نيجي بقى للجزء الاهم، هناخد الريسبتور نتكلم عليه. معلش عنديش الورق المقوى هنعدلها حالا. هنا بقى انا الحته المنتفخه اللي فيها ريسبتور كبرتها، اللي اسمها الأمبولة، وده الكنال اهي، بس ناقصه سي، احط لها سي هنا، وهنا فتحه في اليوتركل. خلاص. طيب دي المهم الانتفاخ اللي هو فيه ريسبتور اللي اسمه كريستا أمبولاريس. طيب تعال نتفرج على الريسبتور ده في الرسمه اللي تحت. فالريسبتور عباره عن، في عندنا هير سيل، كل هير سيل عندها مجموعه، يعني ريسبتور هنا عباره عن هير سيلز، كل هير سيل عندها مجموعه من السيليا. السيليا نوعان يا اولاد، في عندي ستيريو سيليا كتار قوي، وان سيليم كبير اسمه كاينو سيليم. يبقى في ستيريو سيليا وكاينو سيليم. الستيريو سيليا من 30 ل 150، مش مهم الاعداد دي، ما تضيعش وقتك، ما فيش دكتور يهمه ان يعرفه هم كام بالظبط، بس انا بقولها عشان نغطي الموضوع. 30 ل 150 ستيريو سيليا، وبعدين بيتزايدوا في الطول وهم رايحين ناحيه الكاينو سيليا. يبقى ده الهيرسل معموله من ستيريو سيليا، شكلها رود شيبت زي القضبان الصغيره، بتطول تطول تطول، وفي الاخر في واحد طويل اسمه كاينو سيليا. طب عدد الستيريو سيليا في الهير سيل الواحده كام؟ 30 ل 150. طيب لما ارجع بلاقي ان كل ده في متغطي هنا بالحاجه اسمها الكوبيلا. الكوبيلا اللي هي عباره عن زي ايه؟ زي القبه اهي، عاوز اكتبها لك حتى، اكتبها، في كلمات ناقصه كتير، انا اسف. يبقى هنا اسمها كوبيولا اللي هي القبه، وموجوده في الانتفاخ، هنزود برضو كلمه كنال، موجوده في الانتفاخ اللي هو اسمه امبولا. تاني بقى هيك تقف المره دي، يعني تطلع جدع وتقف، اهي وقفت الحمد لله. يبقى تاني الهير سيلز متغطيه بجيلاتينس ماتيريال اسمها كوبيلا. كوبيلا يعني حاجه زي القبه كده، وكلها موجوده في الحته ده الكنال. الكنال منتفخ هنا في الحته اللي فيها ريسبتور، اسمها امبولا، يعني انتفاخ كريستا امبولا، واللي هي موجود فيها ريسبتور اللي اسمه كريستا امبولاريس. يبقى تاني عشان ما نتوهش، قلنا الجزء الاولاني الاناتومي، الريسبتور اسمه ايه يا اولاد؟ كريستا امبولاريس. ليه؟ لانه موجود في الجزء المنتفخ من الكناه اللي اسمه امبولا. امبولا يعني انتفاخ. طب الريسبتور ده عباره عن ايه؟ المعلومه الثالثه، عباره عن هير سيلز، كل سيل عندها يوجد نوعان من السيليا، ستيريو سيليا 30 ل 150، شكلها رود شيب وبتطول ناحيه السيليا من الاخر اللي هو اسمه كاينو سيليا، ده واحد بس. يبقى في كاينو سيليا واحد كبير ومجموعه صغيره ستيريو سيليا. الستيريو سيليا عددها من 30 ل 150، شكلها رود شيب وبتطول ناحيتها. يبقى تاني يا اولاد، كل ده اسئله ام اس كيو، السؤال النظري ما وصلنالهوش لسه. الريسبتور اسمه ايه؟ كريستا امبولاريس. السايت بتاعه موجود فين في الكنال؟ في الجزء المنتفخ اللي هو الامبولا، ومتغطي بحاجه اسمها كوبيلا، حاجه زي القبه كده. طب نتكلم على الريسبتور، هير سيل، ادام هير سيل يبقى عنده هير، يبقى عنده سيليا. السيليا كام نوع؟ نوعان، كاينو سيليم كبير منتفخ في النهايه كده، وبعدين ستيريو سيليا من 30 ل 150، شكلها رود شيب وبتطول وهي رايحه للكاينو سيليم. ايه وظيفه الريسبتور ده؟ بيستجيب لايه يا اولاد؟ بيستجيب للانجولار اكسلريشن، سيمي سيركل، اوعى تنساها، بتستجيب للانجولار اكسلريشن. طب امتى يحصل استيميليشن للريسبتور؟ دي نقطه مهمه جدا. لما الستيريو سيليا الصغيرين يبقوا ديفليكتد ناحيه الكاينو سيليم، يروحوا ناحيه الكاينو سيليم، هو ضاد الديبولاريزيشن والاستيميليشن ويزودوا الديسشارج. لكن لما يبقوا يروحوا away from the kinocilium
يحصل لهم hyperpolarization وinhibition. تاني يعني لما الصغير يروح للكبير، وهو المفروض حتى عشان تحفظها بطريقة لطيفة الصغير المفروض يروح للكبير، هو ده الوضع الصح، هو ده الوضع اللي يحصل فيه stimulation لما الستيلوسيليا تروح ناحية الكاينوسيليم. لكن العكس لما يروحوا بعيد عن الكاينوسيليم يحصل hyperpolarization وinhibition. والترانسميتر اللي بيطلعوه اللي هو الجلوتامين. جلوتامين. طيب خلصنا كده الاناتومي، نيجي بقى ندور نشوف ايه اللي هيحصل مع الانجولار اكسليريشن. دلوقتي هناخد خمس مراحل في الانجولار اكسليريشن. طيب احنا عايزين بقى نجيب الصورة كلها كاملة كده عشان نجيب المراحل الخمسة. يبقى هي بتبقى استيميليتد بحاجة واحدة يا أولاد اللي هي نحفظها مع بعض، السيمي سيركولر. سيركولر استيميليتد بالانجولار انجولار اكسليريشن، ومش لازم تبقى تلف دايرة كاملة. يعني مرة أخرى اهو، تصور لما تعمل راسك كده ده بداية انجولار اكسليريشن في اتجاه، لما توطي تجيب حاجة ده بداية انجولار اكسليريشن. يعني مش لازم تبقى أرجوحة زي اللي بنركبها في الملاهي ونلف لفات كاملة، ايفن جزء من دايرة يعتبر انجولار اكسليريشن. المهم السيمي سيركولر، سيركولر بتشتغل بالانجولار اكسليريشن. بعدين حطينا بقى اهم قاعدة، امتى يحصل استيميليشن للريسبتور؟ لما الصغير يروح للكبير وهو المفروض، لما الستيريوسيليا تبقى ديفليكتد ناحية الكاينوسيليا يحصل ديبولاريزيشن وستيميليشن زيادة في الديتشارج. لكن لما الستيريوسيليا يروحوا away from the kinoceleum يحصل hyperpolarization inhibition. قاعدة التانية، في حالة الهوريزونتال سيميسيركول كانال، وطبعا معظم الدوران بتاعنا بيبقى في الهوريزونتال بلين، طول النهار بنعمل كده، لكن ما بنعملش كده، ربنا عامل لكل حاجة، عامل ثلاثة المستويات الثلاثة، بس معظم الدوران هوريزونتال فنهش على الهوريزونتال. قاعدة بتقول انه ده السيميسيركول كانالز وده هنا اليوتريكل، اليوتريكل اهو سيمي سيركل كانال فاتحه في اليوتريكل. لما الكوبيلا تروح ناحيه اليوتريكل يحصل استيميليشن، اواي فروم ذا يوتريكل يحصل انهيبيشن. في حاله الفيرتيكال عكسه مش هقوله عشان ما لخبطكش. يبقى تاني، امتى الستيريوسيليا يروحوا ناحيه الكاينوسيليم في حاله الهوريزونتال؟ لما الكوبيلا تروح، الكوبيلا اللي موجوده في الكنال تروح ناحيه اليوتريكل، تور اليوتريكل ده وضع الاستيميليشن، اواي فروم ذا يوتريكل ده وضع الانهيبيشن. ما بزهقش هقولها ثالث مره لانها مهمه جدا. ثاني يا اولاد في الام اس كيو، ربنا خلق ليه السيمي سيركولار كنال؟ دول اهم ثلاث معلومات. السيمي سيركولار، سيركولار دي بتاعه الانجولار انجولار اكسليريشن، لان الريسبتور الثاني اللي هو هناخده بعد كده الفيستيبيول ده بتاعه اللينير اكسلريشن، اسراع الخطي لينير، انما السيمي سيركولر دي بتاعه الانجولار انجولار اكسلريشن. تنساش عشان في الام اس كيو، يبقى دي اهم معلومه. طب امتى الريسبتور يبقى استيميليتد؟ لما الستيريوسيليا يروحوا ناحيه الكاينوسيليا، لما الصغير يروح للكبير. طب متى يحدث هذا في حاله الهوريزونتال كانال؟ انا قلت في سيمي سيركل كانال فاتحه في اليوتريك، اللي هي السيمي سيركل لانها ما كملتش الدايره فاتحه في اليوتريك، وفي هنا الكوبيلا، لو الكوبيلا راحت تور ذا يوتريكل يحصل استيميليشن، اواي فروم ذا يوتريكل يحصل انهيبيشن. تور ذا يوتريكل، تور ذا يوتريكل، يبقى الستيريوسيليا ناحيه الكاينوسيليم استيميليشن، الكوبيلا تروح ناحيه اليوتريك يحصل استيميليشن، اواي يحصل انهيبيشن. يلا عاوزين شويه هندسه خفيفه قوي قوي. انا هاخد، وطول عمري تعودت ان انا اشرح روتيشن هوريزونتال وادور ناحيه الرايت عشان ما لخبطش الطلبه، تملي اخترت ان انا ادور ناحيه الرايت. فقبل ما ادور اهو اديك شايف ده الكنال وهنا اليوتريك، ما الكنال فاتحه الكوبيلا فاتحه في اليوتريك، ودي الكنال فاتحه في اليوتريك، دي الرايت سايد ودي الليفت سايد، وادي الكوبيلا اللي هتبقى ريفلكتد ناحيه اليوتريكل هتبقى استيميليتد، اواي هتبقى انهيبيتد. ده كده بالظبط تو كوبيلي بتاعت الودن اليمين والودن الشمال، وانا اخترت طول عمري ده الناحيه الشمال ان انا ادور ناحيه اليمين.
تخيل لو انا when the person starts to rotate to the right, هدور to the right, الاندولينف اللي جوه الكنال بالانيرشيا هيتحرك to the left, ظاهرة اسمها قصور ذاتي. وتعالى اشرحلك عشان ما تتصورش ان انا بضحك عليك. ادي كنال اهي, وتخيل ده الفلويد. خلاص لو الكنال مشي كده الالم راح في اي اتجاه؟ في الاتجاه العكسي عشان ظاهرة القصور الذاتي اهي. تاني بس بتبقى سريعة شوية, المفروض تبقى شايف الرسمة كام اهي. بصي لها اهي, يعني ما الكنال بتمشي كده الالم بيروح في الاتجاه العكسي. لما when the person starts to rotate to the right, لما انا هدور to the right يبقى الاندولين في القصور الذاتي هيموف to the left. يبقى وصلي معايا, يبقى two copuli are deflected to the left, يعني الاندولين فياخدهم to the left. يبقى الرايت كوبيلا راحت ناحية اليوتريكل تبقى stimulated, والليفت away from the uterine تبقى inhibited. يبقى مين اللي stimulated؟ الرايت كوبيلا. فحس ان انا بدور ناحية اليمين وهو احساس حقيقي. تمام؟ تاني نبتدي الدوران خمس مراحل اهو. ارجع لورا اكتر. before rotation قبل ما بدور both copuli في الميد position, يعني في الميد بوزيشن, فانا مش حاسس بعيد دوران. طيب يبقى ده اول واحده في الخمسه, before rotation both copuli في الميد بوزيشن. المرحله الثانيه when the person starts to rotate to the right, هدور to the right, فالاندولين في الانيرشيا هي موف تو ذا ليفت, انيرشيا يعني قصور ذاتي. when the person starts to rotate to the right the endolym moves to the left, هياخد معاه التو كوبيلي. الكوبيلا اليمين راحت توارد يوتريكل يبقى استيميليتد, والكوبلا الشمال اوي فروم ديوتيك اللي بقى انهيبيتد. يبقى مين اللي استيميليتد؟ الرايت. وانا بدور ناحيه الرايت فتديني احساس بالدوار تو ذا رايت وهو احساس حقيقي. طيب هنا نقول مع بعض, يبقى لما الشخص دار تو ذا رايت الاندولينف موف تو ذا ليفت, خد معاه تو كوبلي, الكوبلا اليمين راحت ناحيه اليوتريكل فبقت استيميليتد, فده تديني الاحساس بالروتيشن تو ذا رايت وهو احساس حقيقي. الثانيه راحت اواي فروم ذا اتريكل فحصل لها هايبربولايزيشن انهيبيشن. هنا بقى في سؤال مهم جدا, ازاي بيحصل لها استيميليشن؟ لما بيحصل لها استيميليشن بيحصل اوبننج للشانل. خد بالك بقى انك احنا قلنا الكوبلا دي غرقانه في ايه؟ في اندوليمف اللي هو زي مين؟ زي الانترسيور فلويد اللي هو ريتش ان بوتاسيوم. فبيحصل بوتاسيوم انفلكس ومعاه كالسيوم انفلكس, هو ده اللي بيعمل ديبولاريزيشن. قبل ما ادور كان الريستنج ممبر بوتنشال ناقص 60, لما دورت ودخل بوتاسيوم وكالسيوم الريستنج ممبر بوتنشال بقى ناقص 50 وحصل ديبولاريزيشن وبالديستشارج بمعدل 200 في الثانيه. النقطه اللي انت ما خدتش حضرتك بالك منها, واذا العبد اللي ما قالها لكش عمرك ما هتاخد بالك منها, طول عمر الديبولاريزيشن يا اولاد خدناه سببه صوديوم وكالسيوم ان فلكس. البوتاسيوم ده كان بيعمل ريبولاريزيشن فقط في الاذن بشقيها السمعيه واللا سمعيه اللي هي موضوع النهارده لاول واخر مره. هنلاقي ديبولاريزيشن سببه بوتاسيوم ان كالسيوم, بوتاسيوم بوتاسيوم ان فلكس, دي مهمه جدا. طيب مرحلة التالتة with continuation of rotation with constant speed, لما يستمر الدوران بسرعة ثابتة يبقى الاندوليمف هياخد سرعة السيميسيكو كنالز, يبقى الانيرشيا is overcome وبقى بيدور مع السيميسيكو كنال. الاندوليمف القصور الذاتي ده في أول حركة بس يمشي بالعكس, لكن لما السرعة تثبت الاندوليمف بياخد سرعة السيميسيكو كنالز. فبوث copuli regain their central position, يرجعوا تاني في central position, وبالتالي no sensation of rotation. يبقى أنا بدور ومش حاسس إني بدور. واحد يقول لي إزاي يعني أبقى بدور ومش حاسس إني بدور؟ يعني هشرح لك إيه. نحن نركب الآن حضرتك وحضرتك والعبد الله أكبر أرجوحة في التاريخ وهي الكرة الأرضية, وبتدور بسرعة فائقة, لكن لانها سرعه ثابته ولا واحد فينا حاسس انها بتدور.
على الإطلاق. ده أحسن إثبات، وهو ربنا قصد بكده إن بالدوران الثابت الإندولين في بياخد سرعة السيميسيركو كانالز، الكوبيلا بترجع في مكانها، ستوبج وستيميليشن، اتنين ستيميليتد قد بعض، مفيش واحدة ستيميليتد أكتر من التانية، نو سنسيشن اوف روتيشن. يبقى دي المرحلة التالتة. إيه أهم كلمة فيها؟ When the inertia is overcome. في اللي قبلها كانت الانيرشيا حركت الاندولين في الاتجاه العكسي. طيب المرحله الرابعه اهي، نشوف الاول دي. يبقى في المرحله الثالثه وان ذا انيرشيا از اوفر كامت، امتى ده بيحصل؟ لما نبقى كونستانت سبيد. يعني ده سؤال في الام اس كيو، كونستانت سبيد السرعه الثابته ما تحسهاش. ليه؟ بوث كوبلي ريجين ذير بوزيشن ايكوالي ستيميليتد، نو سنسيشن اوف روتيشن، مفيش احساس بالدوران. المرحلة الرابعة بقى at the stoppage of rotation. تخيل انا كده بدور ورحت واقف فجأة، ايه رأيك في الاندولينف اللي جوه؟ انا وقفت، الاندولينف continuous بظاهرة تانية اسمها momentum، الحركة المكتسبة. يبقى when the person stops to rotate هو وقف، بس الاندولينف يكمل لان واخد طاقة، حركة مكتسبة. فبوث كوبيلي يبقوا ديفليكت المرة دي تو ذا رايت، يبقى الرايت كوبيلا راحت اواي بقى انهبيتد، والليفت راحت تورز تبقى ستيميليتد. يبقى مين اللي ستيميليتد دلوقتي؟ الليفت. فحس ان انا بدور تو ذا ليفت برغم ان انا ثابت. This false sensation، احساس الكاذب with counter rotation باني بدور بالعكس، is called vertigo. واحد يقول لي كم صعب قوي، صعب قوي. ومن منا لم يعاين الفيرتايجو؟ مين فينا ما يعرفش الفيرتايجو؟ مين فينا ما حصلوش فيرتايجو؟ انا ساعات عندي حفيد هنا صغير كده، يعني يقول لي اعمل لي حاجه، بسطني ما جبتلوش حاجه، فاقول له تعالى ما ادوخك. فامسك البيبي في ييرز اولد، ادوخه شويه، اسيبه، سيبني من البيبي، ماليش دعوه بيبي. انا لفت معاه، الاحظ انا بعد ما وقفت، لو وقفت خلاص حاسس الدنيا بتدور، ولو ركزت اكتر هحس ان انا بدور في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه العكسي، بدور في الاتجاه العكسي، صح؟ هو ده الفيرتايجو. امسك، ما تمسكش بيبي، قوم كده شويه ولف شويه كده، اقف وروح قاعد، تحس ان الدنيا بتلف. ولو ركزت اكتر هتحس ان الدنيا بتلف في الاتجاه العكسي، ده اسمه فيرتايجو، فولس سنسيشن اوف كاونتر روتيشن. سببه ايه؟ مومنتم. انا وقفت بس الاندولين كمل. مرحله خمسة والاخيره، مش هقعد احس ان الدنيا بتلف على طول، بعد شويه النو مومنتم، بوث كوبلي ريجين ذير سنترال بوزيشن، خلاص ضاع الاحساس، ريستنج بوزيشن بالدوران. ده سؤال نظري مهم جدا، اللي هو الانجولار اكسلريشن. ماذا يحدث في الانجولار اكسلريشن؟ شرحتها بطريقه جميله قوي في خمس مراحل. المرحله الاولى، يلا تابعني بقى، انا نفسي اهو ببسل وبعمل كل حاجه عشان تاخد بالك. بيفور روتيشن، لا انا ما بدورش دلوقتي، بوث كوبيلي فين؟ في السنترال بوزيشن، نو سنسيشن اوف روتيشن، لان في ايكوال ستيميليشن ليهم. بيبقى ريستنج ممبر بوتنشال ناقص 60 دلوقتي. طيب اخترت، احنا اهل اليمين، ان انا ادور بقالي مليون سنه بدور اليمين. If the person rotates to the right، هدور to the right، يبقى الاندولينف موفز بال، اهم كلمه هنا في الكتابه، بالانيرشيا to the left، يبقى انا ادور to the right الاندولينف يمشي left، يبقى اما ادور to the right الاندولينف يمشي to the left. بص ايه اللي حصل، يبقى الرايت كوبيلا راحت ناحيه اليوتركل، اليوتريك اللي جوه، احنا قلنا اليوتريكلز كده والسيميسيركو كان كده، اليوتريكلز كده والسيميسيركو كان كده، اليوتريك اللي جوه، فالرايت كوبي راحت ناحيه اليوتريك يبقى ستيميليتد، والليفت اواي فروم اليوتريك يبقى انهبيت. بايه راحت؟ اهم حاجه بالانيرشيا بتاعت الاندولينف، يبقى الرايت ستيميليتد، يبقى عندي احساس ان بدور تو ذا رايت، وهو احساس حقيقي. ثالث مرحله with continuation of rotation with constant speed، الاندولينف هياخد سرعه السيميسيركو كانال. هتكتبها ازاي دي؟ الانيرشيا از اوفر كامت، مفيش انيرشيا، فبوث كوبلي ريجين ذير سنتر بوزيشن. ليه؟
No sensation of rotation لأنه constant speed. نحن لا نحس الـ constant speed وهذا ما هو حادث الآن. نحن الآن نركب أكبر أرجوحة في التاريخ اللي هي الكرة العرضية بتدور بسرعة رهيبة وما نحسش إنها بتدور لأنه constant speed. كابلي ما بتأثرش بـ constant speed. دي من عظمة الخلق والخالق. أنت بتحس بس في بداية الدوران. مرحلة الرابعة عمال ادور 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 تو درايت وفجاه رحت كنت بدور تو درايت رحت واقف انا وقفت بس الاندوليمف كونتينوس تو روتيت تو درايت هنا بقى بالمومنتم مومنتم يبقى ياخد معاه بوث كوبلي كده يبقى دلوقتي الرايت كوبلي راحت اواي تبقى انهبيتد والليفت راحت ناحيه اليوتريك تبقى ستيميليتد فانا ثابت بحس بالدور العكسي هذا الإحساس الكاذب بالدوار العكسي is called vertigo أو في أمريكا قالوها vertigo ومن منا لم يعاين vertigo this false sensation of counter rotation is called vertigo وديك فهمت الميكانيزم momentum في كلمة واحدة طب بعد شوية أنا حاسس لف أنت شوية وقعد على الكرسي هتحس إن الدنيا بتدور لو كنت بتدور to the right بتدور to the left حاجات تعملها عملي مع نفسك بعد شوية هذيع الإحساس ليه إن بوث كوبي ريجين دير بوزيشن يبقى موضوع سهل وجميل يا ولاد تعالى بقى نركز تاني في الموضوع ده عشان زي ما فهمتوش مع العبد الله عمرك ما انت فاهمه ناخد مرة أخرى في عجالة الأناتومي ثم الدوران الأناتومي يلا أنت قولي بقى المعلومات انا اقول وانت رد علي انا سامعك ثق انا سامعك باذن الله هنا عندنا كام سيمي سيركل كانالز جاوب ثلاثة ليه لان فيه ثلاث مستويات في الفضاء ربنا اللي بيخلق خالق قوة عاقلة مش الطبيعة فاهم في ثلاث مستويات يبقى ثلاثة كانالز او تاني معلومة كل كانال عمودية على الاثنتين الاخريين التو فيرتيكال عمودين على الهوريزونتال وهم عمودين على بعض طيب تالت معلومة دي أهمهم إن هما زي ما قلت لك مش محطوطين كده ما هماش كده لا محطوطين كده بحيث إن الأنتيرو فيرتيكال في واحدة على اتجاه البوستيرو في التانية والعكس بالعكس يبقى الأنتيرو فيرتيكال على اتجاه كونتينيو مع البوستيرو فيرتيكال في الناحيه دي والعكس بالعكس المعلومه الرابعه قول لي علاقتهم بالسيجتال والكورونا الهوريزونتال بلين الثلاث مستويات ان التو فيرتيكال انتيرو فيرتيكال والبوستيرو فيرتيكال عاملين زاويه 45 مع الكورونا السوتشر وزاويه 45 مع السيجتال بينما الهوريزونتال ما هياش ديد هوريزونتال عامله زاويه 30 تمام طيب كل كانال عندها فتحتين في اليوتريك فتحتين فتحة فيهم منتفخة هي اللي فيها الريسبتور هي منتفخة اسمها الأمبول حتى تعالى ارسم لك اهو الريسبتور اهو الأمبول عشان تبقى عملناها شفتها اهي الأمبول اهي ده الريسبتور طب مفروض يبقى عدد الفتحات كام في 6 3 في 2 ب 6 لكن التو فيرتيكال مشتركين في فتحة عدد الفتحات 5 اطلع بقى على الريسبتور بعدها الريسبتور موجود في الانتفاخ اهو ده الكنال اهي وادي الانتفاخ واليوتريك اللي قلنا لجوه يا اولاد يعني الكنال لفه كده الكنال هتلف كده وادي اليوتريك اللي جوه امبولا فيسموها ايه كريست امبولاريس طيب اوصف لي كريست امبولاريس عباره عن ايه عباره عن هير سيلز اوصف لي الهير سيل اللي كل هير سيل فيها نوعين من السيليا ستيريو سيليا قصيرين رود شيب عددهم 30 ل 150 وبيطولوا وهم رايحين ناحيه 1 كاينو سيليا 1 كاينو سيليا طيب والكيميكال ترانسميتر اللي بيطلع لما يحصل لهم ستيميليشن ده سؤال ام اس كيو جلوتامين واحنا قلنا الجلوتامين ده تملي اكسيتاتوري تمام طب قول لي القاعدتين بقى امتى بيحصل ستيميليشن لما الستيريو سيليا تبقى ديفليكتد توارد كاينوسيليا قلتها باسلوب لا ينسى طلب عمرهم ما ينسوا اللي بقوله بنسمع صوتك
لما الصغير يروح للكبير الأدب يقتدي أن الصغير يروح للكبير. لما الاستيريو سيليا الصغيرين اللي هم رود شيب اللي هم 30-150 يروحوا ناحية الكبير بتاعهم اللي هو الكاينوسيليم يبقوا ديفليكتد توارد الكاينوسيليم توارد أو الصغيرين رايحين ناحية الكبير أهو ده الاتجاه يبقى الديسشارج يزيد. طب متى يحدث هذا في حالة الهوريزونتال اللي هي المهمة؟ قلت لما الكوبيلي تبقى ديفليكتد توارد الاوتريكل توارد الاوتريكل مش اوي يبقى الاستيميليشن احفظي كلمتين ستيريو الصغيرين يروحوا للكبير وفي حاله الهوريزونتال لما الكوبيلا تبقى استيميليتد توارد الاوتريكل يعني لجوه لجوه لان قلت لكم ان اهي اوريها لو ده اليوتريكل اهو بتاع الودن دي اهو السيمي سيركل كانال اهي سيمي سيركل بتبقى كده لجوه فلو الكوبيا كده لازم تدخل لجوه عشان تبقى سيميليتد معايا. الناحيه الثانيه اهي ادي اليوتريكل وادي السيمي سيركل كانالز وده الكوبي لازم تدخل لجوه عشان تبقى سيميليتد اوي تبقى انهبيتد. ده اهم نقطتين يا اولاد الصغير يروح الكبير ستيريوسي ناحيه الكاينوسيليم والكوبيا تبقى ديفليكتد توارد ده يوتريكل. وبعدين خدنا يا اولاد دوره كامله كام مرحله حب النظام اول خمس مرات. انا عارف ان في صعوبه نسبيه فان طبعا مش موجود فيزيكالي معاكم لكن شايفيني في صوره صغيره لكن يعني اتصور تؤدي الغرض باذن الله. بصوا بقى معايا قبل الدوران خمس مراحل ايوه عد النقط السوداء هتلاقيهم خمسه قبل الدوران بوث كوبيلي في الميد بوزيشن يبقى في ايكوال ستيميليشن والريستنج ممبر بوتنشال ناقص 60 في كليهما يبقى انت قاعد خلاص مش حاسس اني بدور. نيجي بقى at the beginning of rotation at the beginning في بدايه الدوران انا دورت to the right فالاندولين فيمشي to the left اهي الصوره اللي موريها لك ده اندولين هيمشي بالعكس انا بدور للرايت الاندولين فيمشي to the left اهو بالشكل ده بظاهره اسمها ايه انيرشي يعني الكلمتين دول شوف بالاحمر ومنورها لك at the beginning في ظاهره في الانيرشي انا دورت تو ذا رايت الاندولين في مشي تو ذا ليفت يبقى الرايت كوبيلا خدها معاه وداها ناحيه اليوتر تبقى ستيميليتد فيحصل لها ديبولاريزيشن ازاي لاول مره بقى واخر مره في الودن بس الديبولاريزيشن سببه بوتاسيوم بوتاسيوم دي الجديده وكالسيوم انفلوكس بدل ما هو ناقص 60 بقى ناقص 50 ويزود الديسشارج ل 200 بير سكند بينما الليفت كوبيلا راحت اواي فروم ذا يوتر فبقت انهبيتد حصل لها هايبربولايزيشن. طب انت بتدور تو ذا رايت الاندولين في مشي تو ذا ليفت خد الرايت كوبيلا تو ذا يوتريكل عملها ستيميليشن يبقى الستيميليتد رايت وانت بتدور تو ذا رايت فتديك احساس حقيقي بالدوران. المرحله الثالثه باستمرار الدوران بسرعه ثابته الاندولين في بياخد سرعه السيمي سيكو كانالز يبقى الجمله فين؟ الانيرشيا از اوفر كام. التو كوبيلي ريجين ذا بوزيشن. يبقى with constant speed there is no sense of rotation وهو الحادث دلوقتي الكرة الأرضية بتدور ومفيش أي إحساس بالدوران. طيب المرحلة الثالثة الرابعة at the end of rotation أو at the stoppage of rotation لما أنا بقف أنا وقفت بس أنت فهمت أنا بقف أنا بقف بس الإندوليف بيكمل بظاهرة إيه أهم كلمة؟ مومنتم يبقى في الأول كان إنيرشيا في الأول في إنيرشيا إنيرشيا في الآخر في مومنتم 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 يبقى هاخد معاه تو كوبيلي بقى ناحيه الرايت يبقى الرايت كوبيلا راحت اوي اهي الرايت كوبيلا اوي والليفت كوبيلا اهي الليفت راحت تورز يبقى هحس اني بدور لمين؟ للليفت عكس اتجاه الدوران وانا ما بدورش اصلا فدي فولس سنسيشن اوف كاونتر روتيشن از كولد فيرتايجو الفولس سنسيشن اوف روتيشن is called vertigo وهو في الاتجاه العكسي في حالة الدوران بسبب ظاهرة ايه؟ المومنتم ومن منا لم يعاين الفيرتايجو قوم لف كده شوية وروح قاعد على الكرسي وبص على الدنيا حواليك تحس انها بتلف تو ذا ليفت وقاليك لأول مرة فهمت ليه؟ لأن أنت بطلت تلف بس المومنتم الاندولين في كمل في نفس اتجاه الدوران خاب معاه بوث كوبلي الليفت بقت هي الاستيميليتد فحاسس انك بتدور تو ذا ليفت بعد شويه لما تهدى مع روحك هتلاقي البوث كوبي ريجين ذا بوزيشن ومش حاسس اي حاجه. طيب نيجي بقى
درة هذه المحاضرة. What is the effect of stimulation of semicircular canals؟ ما هو تأثير الـ stimulation of semicircular canals؟ Effect of stimulation of semicircular canals. لا نعدل أكتر عشان إيه بقى؟ ياريت كان معايا حد يساعدني بس يعني هنحاول أهو عشان نشوف الصورة أكبر. أنا هقرب دي كده ونحط دي فوق كده. تاخد وقت قليل شوية بس إيه يعني تبقى انتوا شايفين الكلام أحسن. أو ايه الافكت او ستيميليشن او سيمي سيركل كانالز؟ ده عنوان السؤال. لكن ليه عنوان اخر؟ الافكتس اوف انجولار اكسلريشن، وهم حاجه واحده. السيمي سيركل كانالز تبقى ستيميليتد بالانجولار اكسلريشن، والانجولار اكسلريشن بيستيميليت السيمي سيركل كانالز. ده اشهر سؤال عندنا هنا، ما هو الافكتس اوف ستيميليشن او سيمي سيركل كانالز؟ عندي ستة افكتس. اول افكت فيهم انك لما بتدور بتحس بالدوران في البداية، sensation of rotation. يبقى sensation of rotation كان مبعثه ايه ده؟ ان انت ما بدأت تدور الاندوليم في مقدار في الاتجاه الاخر اللي هو inertia. طب لما توقفت عن دوران نمرة 2 حاسس انك لسه بتدور، ده سميناه ايه ده؟ vertigo. يبقى ما هو الفيرتايجو يا شباب؟ هو ان انا ما بدورش وحاسس بدور. يبقى في الطب الفيرتايجو او الفيرتيجو هو الفولس سنسيشن اوف روتيشن، فولس سنسيشن اوف روتيشن. طب ايه الميكانيزم بتاعه؟ انا وقفت بس الاندوليم في كمل موفمنت اندوليم بظاهره اسمها ايه بقى؟ الحركه المكتسبه باي مومنتم ودي ستوبج اوف روتيشن. يبقى ده الديفينيشن وده الميكانيزم. طيب نيجي النقطة الثالثة في الفيرتايجو، قول لي الكوزس في الفيرتايجو، ايه اسباب الفيرتايجو في الدنيا؟ الفيسيولوجيكال فيرتايجو اللي حصل لي انا دلوقتي وحصل لكم انتوا لما تدور سببه ستوبج اوف روتيشن. اي مرة هتدور وتقف هتحس ان لسه الدنيا بتدور، يبقى ستوبج اوف روتيشن. لكن نيجي حاجات بقى باثولوجيكال. انت لما وقفت والاندوليمف بالمومنتم اتحرك فعمل ستيميليشن لل سيميسيركولار كانالز، طب يبقى اي حاجه تستيميليت السيميسيركولار كانالز او الفيستيبولار نيرف باث واي هتديك احساس بالدوران. انت في الاخر ايه اللي حصل؟ حصل استيميليشن للسيميسيركولار كانالز اللي شغلت الفيستيبولار بارت اوف ذا فيستيبولو اوكلر نيرف. يبقى اي حاجه هتريتيت السيميسيركولار كانالز او الفيستيبولار باث واي هتديك احساس بالدوران. زي ايه بقى؟ الناس اللي بتشرب الكوليكس حتى يقول لك التعبير جميل، يقول لك ايه؟ ودارت الخمر برؤوسهم، يعني لما شربوا خمره الدنيا لفت. ليه؟ لان الالكحول عمل استيميليشن للجهاز ده فحس انه بيدور وهو ما بيدورش. وفي عقار تاني في علاج السل اسمه ستريبتومايسين، عيبه انه بيأثر على الاذن اللاسمعيه فيديك احساس بالفيرتايجو ويبوظ لك السمع، لان قلنا هما اتنين متصلين ببعض. ستريبتومايسين. طب تالت حاجه كلنا عيناها الموشن سيكنس يا ولاد، دوار البحر ودوار الجو. ان انت لما السفينه بتتهز، وفي ناس حتى تحصلهم مع العربيه لما مثلا يعني واحد من الابر ايجيبت صعيدي زي حالاتي كده اول مره يركب عربيه العربيه بتتهز، هو دماغه مش واخده على الاهتزاز يمين وشمال، تبص تلاقيه حصل له داخ. يبقى الموشن سيكنس دوار الحركه كلنا عارفينه، سببه ايه؟ ريبيتد ستيميليشن اوف ذا لابيرنث. طب نمرة أربعة، مينيرز ديزيز. خلاص مينيرز ديزيز ده ناس كتيرة جدا عندها هذا المرض. ايه المينيرز ديزيز ده؟ الاندوليم في اولاد بينتج بكثرة اكبر مما ينبغي، فيعمل حاجتين، ينلارج السيمي سيركولار كانالز، ما هي فيها فلويد اكتر مما ينبغي تنلارج، والاهم كل مرة يطلع دفعة من الاندوليم فتهز الكوبلي، فالواحد هو قاعد ثابت يحس انه ابتدى يتحرك. مرض سخيف جدا اسمه المينيرز ديزيز. يبقى خدنا حاجتين دلوقتي يا اولاد اللي هم بيعملوا الكلام ده، اللي هم السنسيشن روتيشن والفيرتايجو. سكندري تو فيرتايجو كنتيجه للفيرتايجو بيحصل حاجه اسمها
past pointing test of برانين او post rotatory reactions. دي لطيفه جدا. بص معايا برانين ده دخل التاريخ بتجربه لذيذه قوي قوي. كل اللي عمله برانين في حياته فكره لذيذه جدا عشان تشخص العام في العياده عنده ارتايب ولا لا. رسم برانيه نقطة سوداء على ورقات بيضاء. رسم نقطة سوداء على ورقة بيضاء. وبعدين يقول لك شايف النقطة دي؟ اه شايفها. يقول لك غمض عينك وشاور عليها. أنا غمضت عيني وشاورت إيدي جت عليها أهي. جربها، هات ورقة كده ارسم عليها نقطة سوداء حطها على المكتب بتاعك وغمض عينيك وشاور عليها. إيدك هتيجي قريبة جدا ليها مش لازم بالظبط. طيب تعالى حضرتك اعمل حاجه لطيفه جدا. حط النقطه السوداء دي وقوم لف شويه وبعدين روح قاعد. هيحصل لك ايه؟ احساس بالدوار العكسي، انك بتدور بالعكس. غمض عينيك وحاول تشاور على النقطه، بص على النقطه وحاول تشاور عليها. لو انا حاسس اني بدور تو ذا ليفت، يعني انا بدور تو ذا ليفت في محاوله لتفادي هذا الاحساس، ايدي هتيجي تو ذا رايت كده. يبقى اللي يشاور بالشكل ده يبقى عنده فيرتايجو. جربها، حط النقطة السوداء وقعد غمض عينيك شاور عليها، شاور صح، لف وروح قاعد على الكرسي ومغمض عينيك. يبقى حصل هتحس ان الدنيا بتلف لتفادي الاحساس بالدوار في اتجاه ما. هتحاول تأوفر كومبنسيت بانك تحرك ايدك في الاتجاه العكسي. طب انت اساسا ما بتدورش، فما بني على خطأ فهو خطأ. انت بتدورش. واقول لك حاجه، ومن منا لم يعاين الباس بوينتنج تيست برانيه اللي هي سموها بوست روتاتوري ميثود او رياكشنز، اسف. ليه؟ تعال افهمك قصه سهله قوي. عارف لما 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 ندوخ الطفل ده بعد ما ندوخه شويه وبعدين لو ما ركزتش جاي انا بقى ايه، حاسس ان الدنيا بتلف، لو ما ركزتش عاوز اجي اسند على كرسي او على الترابيزه لخلص، تبص تلاقي البيبي جه يسند على حاجه راح واقع، لانه هو بيتصرف على انه بيدور وهو ما بيدورش، فايده ما بتجيش على الحاجه اللي عاوز يسند عليها. فيسموها باس بوينتنج تيست اوف برانيه او بوست روتاتوري اكشن. يبقى ده كورتيكال فولانتري موفمنت اوف ليمز اند بودي تو كومبنسيت فور فيرتايجو. طب ات ريزلتس ان ايه بقى؟ انت الفيرتايجو ده احساس كاذب، فالكورتيكال فولانتري موفمنتس بقت بدورها كاذبه، ما بني على خطا فهو خطا. فحصل باس بوينتنج، ما جاتش ايدك على النقطه اللي انت عاوزها، اور ايفن فول اون ذا اوبوزيت سايد. يبقى انا عاوز اقول لك اول ثلاثه افكتس السيمي سيركل كانال تحفظهم. عند بدايه الدوران هتحس انك بتدور وده احساس حقيقي، سنسيشن روتيشن. في النهايه هتحس انك بتدور وده احساس كاذب، فيرتايجو. وكنتيجه للفيرتايجو لو جيت تسند على حاجه ايدك مش هتيجي عليها، باس بوينتنج، يعني ايدك هتتخطاها، باس pointing او post reaction. يبقى نحفظ الثلاثة دول مع بعض. بقى نحفظ أربعة مع خمسة. يبقى ثلاثة اتنين واحد. autonomic changes مع muscle tone changes. كلنا عيناهم يا أولاد. لما بنروح نركب الأراجيح اللي بتدور دي، في واحد يقول لك يا عم أنا ما أقدرش أركب الأرجوحة. ليه؟ الناس أكتر حاجة عارفاها يقول لك بيجيني غثان نفسه وأتآية لما أدور. فهو ده autonomic changes. في عندنا شويه حاجات يمكن ملاحظتها، يمكن ملاحظه انك تلاحظها على الانسان، وفي حاجات مش ممكن تلاحظها، يعني ممكن تلاحظها ممكن لا. زي ايه اللي بتلاحظها؟ ان الشخص اللي هو يعني عنده صعوبه في ركوب الاراجيح يجي له نوزيا، غثيان نفس، فوميتين، قيء، بالور، تلاقي وشه نزل من الارجوحه شاحب وعرقان. وفي حاجات ما مش هتلاحظها بس احنا ممكن نلاحظها كاطباء بقى. قيس له ضغطه هتلاقي عنده هايبوتنشن. شوف البالس هتلاقي عنده برادي كارد بطيء. وفي حاجه ممكن تلاحظها هتلاقي انكريز ريت اوف ريسبريشن. يقول لك ما بقدرش لما بركب الارجوحه. الاوتونوميك تشينجز بتحصل عندنا كلنا بس عنده هو مزاده لحد اللي ما يقدرش يركب. اشهرهم اللي كنا عارفينه يقول لك بتايه، بيجيني غثيان نفسه واتايه، نوزيا وفوميتنج، دي اشهر واحده. ركز اكتر. هتلاقي عنده بالور شاحب، سويتنج، نفسه مكروش، هايبوتنشن وبرادي كارديو. نيجي نمره 4، ماسل تون تشينجز، كلنا عارفينها. تعالى
هنركب أرجوحة. عارف الأرجوحة دي اللي هي الكراسي الطائرة دي اللي بيبقى أربع سلاسل كده متعلقة بمسمار صغير فوق وبتدور بينا كلنا. وعندي ذكرى مهببة مع الأرجوحة دي. أول مرة جابوها في مصر في المعمورة وراحوا نصبينها وما خدوش بالهم حواليها شوية شجر خلاص، وكنا احنا أول ناس هنركب شباب وعاوزين ننبسط. انت عارف بالقوة الطاردة المركزية هي بتبقى كده، انما كل ما الأرجوحة بتسرع بيحصل قوة طاردة مركزية. فتخيل احنا راكبين عادي خالص وابتدت الأرجوحة تدور حوالينا شجر، فتحت كل واحد بوط له في شجرة وفي فرع شجرة، اتخرشمنا كلنا. طيب المهم نفرض، بص معايا الأرجوحة بتدور كده، يبقى إذا بالقوة الطاردة المركزية أنا بترمي على بره الأرجوحة بتفتح. فالبادي بيكمبنسيت ازاي؟ كلنا بيبقى تذكر، كلنا بنبقى عاملين كده. لو انا بدور تو ذا رايت والمرجحه فتحت كده كلنا نعمل كده. يعني ايه اللي حصل؟ زاد التون في نفس لاحيه الدوران في الابسي لاترال وقل في الكونترا لاترال سايد. زياده التون في الابسي لاترال نفس الناحيه وقل التون في الكونترا لاترال. دي نمرة 4 و5 اوتونوميك تشينجز ومسل تون تشينج. حاجات كلها من الحياه عارفينها يا اولاد. سادس واخر افكت، وده اهم سؤال قلت عندي النهارده، اللي هو هيحصل لنا نستجمس. يعني ايه نستجمس يا اولاد؟ نستجمس معناها حركه العين في جاءات وذهاب. تو اند فرو اي موفمنتس، تو اند فرو اي موفمنتس، او سيريز اوف جيركي اي موفمنتس. يبقى ليها تعريفين، العين تروح وتيجي، to and fro eye movements أو series of jerky eye movements. The components تتكون من slow component in opposite direction و fast component في direction of rotation. لا تعالى أوريها لك أحسن، أنا بحب أوي شرح إنك أنت ما تحفظ تفهم، لكن نفسي يبقى هنا في كرسي مدور عشان نشوف. تخيل كده أنا قاعد بص على حضرتك وبعدين فجأة هبتدي أدور. To fix the visual field، بص العناية كويس قوي، تلاقي العناية تتحرك slowly in opposite direction كده، وبعدين خلاص ما اقدرش اشوفك، فعناية تروح نطة بسرعة عشان تشوف واحد تاني. يبقى كام components نستجمس؟ اتنين. يبقى كل مرة بندور لو انا سبت عناية كده مش هشوف حاجة خالص. فالسيمي سيركل كنالز عشان ودي حتى بتحصل لما اكون بكلمك وتهذبا انا بربط الكرباطه وبعمل كده، يعني ايه راجل وانا بكلمك عشان اثبت عليك لازم عيني تروح ان ذا اوبس دايركشن سلولي. مين اللي بيعمل الامبلز دي اللي بتمسك كونيس؟ فانا وانا بدور عاوز يعني اتمتع بالنظر الى بهاء حضرتك. يلا خلينا نضحك شويه. يبقى انا بدور الناحيه دي عيني بتتحرك سلولي ان اوبوزيت دايركشن، صح؟ بعد شويه ما اقدرش اشوفك، عاوز اشوف واحد اخر، فانا اتحرك rapidly on the same direction. يبقى نستجمس two components، low component in opposite وبعدين rapid in the same. وبعدين بعد الشخص ده ما ابص له هيحصل نفس الكلام، اثبت عليه شويه slowly وبعدين اخد اللي بعده. يبقى ما هي نستجمس؟ series of jerky eye movements، to and fro eye movements، ساعه تروح وساعه تيجي. على راي فيلم اسماعيل ياسين في سرايه المجانين، يعني عاد عنده شعره ساعه تروح وساعه تيجي، بس ده في العين بقى. تو اند فرو، تو اند فرو، تو اند فرو اي موفمنت، سيريز اوف جيركي اي موفمنتس. بتتكون من كام كومبوننت؟ تو كومبوننت ان اوبوزيت دايركشن، وريت لك كل حاجه واتمنى تبقى شايف اللي عملته، وفاست كومبوننت ان ذا سيم دايركشن. طب امتى تحصل؟ انت بقى اللي هتجاوبهاني. هو الكريستا امبولاريس بتبقى استيميليتد كم مره في الخمسه اللي شرحتهم؟ مرتين. مره at the start due to inertia، ومره at the end due to momentum. بس بصوا بقى الاذكياء، النستجمس اللي بتحصل في الاول مفيده، لان انا بدور فعلا فعناية بتدور في عكس الاتجاه عشان نثبت على الشخص. انا بعد ما اقف واحس ان انا بدور وانا ما بدورش وعناية تتحرك، ده بالعكس، ده السبب يا اولاد في ان اللي انت بتبقى بعد الدوران مش بس حاسس انك بتدور ومش قادر تركز بسبب النستجمس. يبقى النستجمس حلو قد ستارت ووحش قد انت. طب ايه الايم بتاعه في الستارت؟ تو فيكس الاوبجكت، تو فيكس الاوبجكت ان ذا فيجوال فيلد، ده قد ستارت بس.
طب النقطة اللي بعد كده أنواع النستاجمس. طب أنا عندي ثلاثة سيميسيركو كانالز، يبقى فيه هوريزونتال وفيرتيكال وروتاتري. هوريزونتال وفيرتيكال وروتاتري نستاجمس. طيب نيجي للكوز أوف نستاجمس، أسباب النستاجمس. في فيسيولوجيكال وفي باثولوجيكال، حاجات فيسيولوجية وحاجات باثولوجية مرضية. فيسيولوجيكال قلناها ويز هيد روتيشن، لما بتدور. قلت لك ايفن مش لازم دورة كاملة، انا بكلم حضرتك وبدأت ألبس الكرافتة، كل مرة راسي تروح في هذا الاتجاه انها تيجي سلولي اون ذا اوبوزيت دايركشن خلاص. لكن لو كنت بقى بكمل الدورة مش هقدر ارجع لك تاني، انا بتاخد واحد تاني. يبقى with head rotation، with head rotation كلنا لازم راسك تروح في اتجاه السيميسيركو كانال، تحرك عينيك في الاتجاه العكسي، بعدين لو هتكمل الدوره تجيبها في نفس الاتجاه. طب في حاجه تاني اسمها اوبتوكاينيتك نستاجمس، عارفينها يا اولاد الاوبتوكاينيتك نستاجمس دي، انه اركب قطر وبص من النافذه بتاعته خلاص، في شجر او اعمده التلغراف او اعمده الكهرباء زي ما انت عاوز. تبص تلاقي انت شخص بيبص للنافذه، حضرتك ما تبصش معاه، بص في عينيه. تلاقيه عمال يعني بياخد شجره ويتابعها وبعدين يرجع ياخد اللي بعدها، يتابعها وياخد اللي بعدها، فتلاقي عينيه عماله رايحه جايه وهو من النافذه. بالظبط كده. او تلاقيه او باص على شجره معينه، القطر ماشي كده فالشجره ماشيه بالنسبه له كده، تلاقيه بيعمل كده ونرجع لبعدها. فدي سموها اوبتوكاينيتك نستاجمس، لانه في حركه اوبتوكاينيتك نستاجمس. طب نيجي بقى الباثولوجيكال نستاجمس، لو في مرض في النيوسيريبيلم في المينير ديزيز، يعني كان المينير ديزيز ده بيدي فيرتايجو وبيدي نستاجمس. بقى النوع الثالث سيرشنج نستاجمس، في بعض الناس يا اولاد احنا مين احسن حته في العين عندنا؟ الماكيولا يوتي، دي احسن حته بنشوف بيها. الشخص ده عنده ديفكت في الماكيولا يوتي. احنا لما حضرتك بتيجي تقرا او تبص على اي حاجه مهمه عشان تشوفها بتفصيلاتها بتحطها على الماكيولا يوتي، يعني عشان دي احسن حته بتشوفها. هو ما عندوش ماكيولا يوتي فيسموها سيرشنج نستاجمس. يعني تعالى اوريها لك ازاي. لو انا عندي الماكيولا مظبوطه وجيت اقرا الورق دي، ما انا ما عنديش ماكله، بتلاقي عينيا بتحاول تشوف النقطه اللي هتشوفها واضحه، ما فيش ماكله، فعينيا رايحه جايه. يسموها سيرشنج نستاجمس، سيرشنج نستاجمس. او مره اخرى لو حصل اريتيشن للسيمي سيركو كانال والفيستيبولار نيرف، قلناها يا اما بالناس الوحشه اللي بتاخد الكهوليكس او ستريبتومايسين. يبقى تعالى ده اهم سؤال، فمش معقول ده بقى اللي ما نكرروش، فنكرره، فاضل لنا حته صغيره ونقفل باذن الله، ما تقلقش لان ده جزء مهم. يبقى تاني عنوان السؤال يا اولاد effects of stimulation of semicircular canals، او نفس السؤال effects of angular acceleration، لان قلت السيمي سيركولار 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 استيميليتد بالانجولار انجولار انجولار اكسليشن. انت بتقول انت عندك طرق للحفظ والتحصيل فن، قولها لنا انت تحفظها ازاي. انا احفظهم 3 2 1، ان انا لما بدور بحس اني بدور سنسيشن روتيشن في الاول، وده ات ذا بيجيننج احساس حقيقي، وفي الاخر بحس اني بدور فيرتايجو ادي نمره 2، ونتيجه الاحساس ان انا بدور لما باجي اسند بسند على حته غلط، ايدي بتباس بوينت، بتعدي النقطه اللي انا عاوزها، فسموها باس بوينتنج تيست اوف برانين او بوست روتاتوري اكشن. يبقى انا احفظ الثلاثه دول مع بعض، سنسيشن روتيشن مع الفيرتايجو مع الباس بوينتنج تيست اوف برانين، وبعد اخد اثنين بتوع الارجوح اوتونوميك تشينجز، ومش ضروري تكتبهم كلهم، كلنا حافظين ناس مع الاراجيح بيجي لها غثال نفس وفوميتنج نوزيا وفوميتنج، لكن في حاجات ثانيه قلناها يا اولاد. في عندك بيبقى شاحب بالور نفسه مكروش انكريز ريت اوف ريسبريشن ضغط قليل هايبوتنشن براديكارديا سويتنج كل الكلام، وبعدين الماسل تون عاوزك تتخيل انك جبت الكراسي الطائره دي وبتدور ناحيه الرايت، تلاقي كل الناس بتميل
ناحيه الرايت. ولما بتركب على فكره واحد مجنون في السوق بيحول كده تلاقينا كلنا عملنا كده. يبقى زودنا التون في نفس ناحيه الدوران وقللناه في الكونترالاترال سايد، تحفظوا مع بعض، يبقى تشين ميتروم تشينجز تشينج في المسل تون. يبقى نستجمس سهل. نستجمس دي خد بالك في نقطتين مهمين جدا، ده بيجيننج اوف روتيشن. من اهم كلمه سمعهاني انرجي. ايه اللي بيعمل الكلام ده؟ ان انا بدور الاندورفين في بيمشي في اتجاه عكس انرجي. ده ستوبج اوف روتيشن، ظاهره ثانيه ان الاندورفين بيكمل، يسموها مومنتم. طب الفيرتايجو ده بعد ما خلصت دوران يبقى سببه مومنتم، انما النستجمس بتحصل في اول الدوران وفي اخر الدوران، يبقى سببها انرجي اند مومنتم. دي اللي هي الوحده، ده النستجمس اللي هي عباره عن ايه؟ افتكر حركه العين في جاءات وذهاب، حركه العين في جاءات وذهاب، تو اند فرو موفمنتس اوف اي بول، او سيريز اوف جيركي اي موفمنتس، ده الديفينيشن. طب ايه سببها؟ قلنا بتحصل قد ستارت ديو تو انرجيا وقد اند ديو تو مومنتم، تبقى عارف هذا الكلام. طب ايه الاوبجكت؟ هي مفيده في البدايه بس، ان انا بدور كده فعشان اثبت عينيا بتثبت على الحاجه، انا بمشي بس مثبت الفيجن. يبقى قد ستارت الاوبجكت ان هي تو فيكس الفيجوال فيلد. انا في النهايه بالعكس انا بطلت ادور وعينيا عماله تلعب مش شايف كويس وبجربها. الميكانيزم قلنا سببها المومنتم ويل انرجي، في الاول انرجي وفي النهايه مومنتم. انواعها في ثلاثه سيمي سيركل، كان هيبقى في ثلاث انواع. اسبابها يا فيسيولوجيكال اثنين لما ادور وانا راكب القطر، اوبتو كاينيتك يبقى بوست روتاتوري او ويز هيد روتيشن. قلت الدوره مش لازم يا ولاد ادور دوره كده روتيشن وكده روتيشن، يا ربنا مش عاملهم عشان لازم الاراجيح، اي روتيشن ويز هيد روتيشن اوبتو كاينيتك. وحاجات باثولوجيكال قلنا زي النيو سيربيلر ليجن، اللي عنده نيو سيربيلر ليجن، الناس اللي بتشرب الكوليكس او بتاخد ستريبتومايسين بتريتيت الجهاز كله السيمي سيركل كانابل فيستيبولار نيرف، او منير ديزيز خدناها اللي بتدي نستجمس وبتدي فيرتايجو، او سيرشنج نستجمس. الناس اللي ما عندهاش ماكله تيجي يبص على هو بيقرا مش عارف يثبت على النقطه اللي عاوز يبص عليها، فتقول ان احنا بتعمل كده سيرشنج نستجمس، بيبقى في ديفكت في الماكله. يبقى السته كام بقى يا اولاد؟ نقولهم مع بعض 3 2 1 عشان ده اشهر سؤال. اما بدور السؤال ليه عنوانين، الايفكت اوف ستيميليشن اوف سيمي سيركل كانال هو نفسه الايفكتس اوف انجل اكسلريشن. ليه؟ لان انا علمتها لكم اليوم مره، السيمي سيركولر 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 ربنا خلقها عشان انجولر 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 اكسلريشن. يبقى فيه سنسيشن روتيشن في الاول وان فولس سنسيشن روتيشن في الاخر، هي دي الفيرتايجو بسبب المومنتم. ثم كنتيجه لان انا حاسس بدور وانا ما بدورش، ايدي بتتخطى النقطه، فشوف التعبير يسموها ايه؟ باس بوينتنج تيست، باس بوينتنج تيست اوف براني او بوست روتاتوري اكشن. دول ثلاثة مع بعض. بعد اثنين تشينجز، اوتونوميك تشينجز، اوتونوميك تشينجز وتشينج في المسل تون، يزيد في الابسي لاترال ويقل في الكونترات. وبعدين نستجمس اهي. شفت ازاي السؤال اهو اجابته حلوه قوي؟ 3 2 1 3 2 1 نقولهم بقى مع بعض. يبقى سنسيشن روتيشن ده صح في الاول، فيرتايجو فول سنسيشن روتيشن ده غلط في الاخر، ده بسبب الانيرشيا ده بسبب المومنتم، ثم باس بوينتنج تيست براني، وبعدين اوتونوميك تشينجز وتشينج في المسل تون. حفظوا مع بعض، التحصيل فن، مذاكره فن، تحصيل فن اخر. وبعدين نستجمس. ده اشهر سؤال، لسه ما خلصش السؤال. هيقول لك طب احنا الميكانيزم، عارف لما اقول لك قول الميكانيزم تشرح له النيرفس كونكشن، واذا ما حفظتهاش مع العبد الله مش هتعرف تحفظها. هي سهله جدا بس نحفظها مع بعض. النيرفس الكونكشن اللي بيعمل كل حاجه هو ده الميكانيزم ازاي بتحصل. طيب انا بقى ايه برضو مذاكره فن تحصيل فن اخر، في قاسم مشترك في الست حاجات، ان الامبلس سيمي سيركولر كانالز بعتت الامبلس الونج ثلاثه فيستيبولر، فيستيبولر نيرف، فيستيبولر جانجليون، وبعدين فيستيبولر نيوكلس في المضلة. يبقى سيمي سيركولر كانالز اهو ده كده هتاخد نمره لقاسم مشترك اعظم. الست حاجات دول الامبلس جايه من السيمي سيركولر كانال مرورا بثلاثه فيستيبولر، فيستيبولر نيرف، فيستيبولر جانجليون، فيستيبولار نيوكليس في المظله.
طبعا بلاقي شويه طلبه زي ما نبهتش عندهم مخهم ضارب، يقول لك فيستيبولار نيوكلياس وبعدين فيستيبولار جانجليون. يا بابا الجانجليون كوليكشن اوف نيرونز اوتسايد اوتسايد السنترال نيرف سيستم، بينما النيوكلياس انسايد ذا سنترال نيرف سيستم. في حاجتين ما بحبهمش، عدم النظام والعبط. يبقى طلع الامبلس من السيمي سيركل كانالز، فيستيبولار نيرف، فيستيبولار جانجليون، فيستيبولار نيوكلياس. بعد كده نكمل، حضرتك عاوز ايه؟ مش هاخدهم بالترتيب، عاوز تشينج في المسل تون، يبقى لازم تنزل بتراكس اثر تون لسه قايلينهم اللي هم الريتيكولو سباينال تراكس. يبقى انت جاي من ريتيكا فورميشن الى السباين كورونا والريتيكولو سباينال، دول كانوا نوعين. فاكر الفنترال فاسيليتاتوري واللاترال انيبيتوري؟ الفنترال فاسيليتاتوري واللاترال انيبيتوري ومعاهم بقى فاسيليتاتوري برضه فيستيبولو سباينال تراك. يبقى المسل تون الريتيكولو سباينال تراكس بشقيه فنترال لاترال والفيستيبولو سباينال تراكس. خلص سهل. طب الاوتونوميك تشينجز ما احنا لسه قايلينها يا ولاد، مش قلنا كل السنتر بتاعت الجي اي تي وبتاعت الريسبيريشن وبتاعت الكاردو فاسكولار موجوده في الريتيكا فورميشن؟ يبقى حته برانش صغير من الفيستيبولار نيوكلياس يروح للريتيكا فورميشن فيسموه ايه بقى؟ فيستيبولو ريتيكولار. خلص الاوتونوميك تشينجز. يبقى الماسل تون خلص في كلمتين، ريتيكولو سباينال اند فيستيبولو سباينال تراكتس. الاوتونوميك تشينجز في كلمه، فيستيبولو ريتيكولار، كلها حاجات بالعقل. طب نيجي للنستاجمس، سهل قوي يا اولاد. نستاجمس يعني حركه العين، العين بتتحرك بالعصب الثالث والرابع والسادس. طب مين اللي بيربطهم ببعض في الـ في الـ في البرين ستيم؟ حاجه اسمها ميديا لونجيتودينال باندلز. طب النستاجمس دي بتحصل لعين واحده ولا العينتين؟ للعينتين. يبقى الفيستيبولار نيوكلياس تبعت للميديا لونجيتودينال باندلز اون بوث سايدز، الميديا لونجيتودينال باندلز اون بوث سايدز. لو عاوز تاخد نمره احسن شويه هتقول الاتي، ان في سلو كومبوننت بيبقى السنتر في الميد برين والبونز، دي الاهم تو سنترز، والفاست اللي جاست بترجعك عشان تاخد حاجه جديده السنتر في الميد برين. يبقى هنا الامبلس طالع من الفيستيبولار نيوكلياس رايح للميديا لونجيتودينال باندلز اون بوث سايدز، السنتر بتاع السلو ميد برين والبونز، السنتر بتاع الفاست ميد برين. نيجي بقى الوقعة في الفيرتايجو. ما هي الفيرتايجو؟ فول سنسيشن اوف روتيشن، احساس كاذب بالدوران. يبقى الطالب ذكي احساس، يبقى لازم وي ويل اند اب في الكورتكس، هو ده بتاع الاحساس، على وجه التحديد في الايكوليبريم سنتر. ده لوحده سؤال ام اس كيو مهم جدا، اللي موجود فين؟ انا متوقع في السوبيرو تيمبرال جايروس. ما السوبيرو تيمبرال جايروس ده في الودن بشقيها، في الاوديتوري سنتر وفي الايكوليبريم سنتر. سوبيرو تيمبرال اللي هو هنا اهو، الاوديتوري السوبيرو تيمبرال. واقول لكم معلومه في عجاله لكن جميله في فقر المعلومات العامه، ربنا سبحان الله قدم السمع على البصر يا اولاد. خلاص واحد يقول لي يعني ايه الدليل؟ هقول لك حاجه، التذكر اسهل كثيرا بالسمع منه في البصر. عشان كده انا تملي بعض اقول لك حاجات، اقول لك خد بالك الفاسيليتاتوري في الفنترال، فاسيليتاتوري في الفنترال، اربطهم ببعض. الراس اللي بيعمر الراس، الراس اللي بيعمر الراس، مش بوريها لك تتفرج عليها، اثبات بالحياه. هديك اغنيه مكتوبه اقول لك احفظها. خلاص؟ صعب جدا. خلاص؟ انما اسمعها لك مره مرتين تسمعها، احفظها هوا، نحفظ اغاني مسموعه تسمعها. الدليل على ذلك ان الميموري سنتر ربنا حطه برضو لما نقوله في السايكولوجي في التمبورال ريجن، يعني جنب الاوديتوري مش جنب الاوكسيبتال. ودليل جميل اتعلمه، مين الاكثر اللي يقول لك ذاكره الافيال؟ الافيال محتاجه كميه رهيبه من الميه. قائد الفصيل بتاع الفيله انثى، تقدر تتذكر مكان فيه ميه من 30 سنه. فما شرحنا مخ الفيل لقينا اكبر تمبرال لوب موجود في الفيل، ذاكره رهيبه. يبقى السمع والاتزان هم حاجه واحده، الاثنين اوديتوري ومعاهم التذكر، كلهم في التمبرال عشان ما تنساش. يعني كانت هذه فقره المعلومات العامه،
ذاكرة الأفيال، أكبر تمبرال لوب ميموري، والميموري ربنا حطها جنب السمع، السمع 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 أقوى من البصر، سبحان الله. عشان كده حتى في شرحي ما بقولش بتون واحد بصوت واحد، بحاول تسمع. الناس بيقولي بنسمع صوتك، ما بيقولوش بنشوف شكلك. يبقى عشان أحس لازم أروح للإكوليبرام سنتر اللي هو في السوبيريو تمبرال جايروس. طيب وعشان أروح للسوبيريو تمبرال جايروس خلاص اللي هو في الإكوليبرام سنتر لازم أعدي على الثلمس، ما اتفقنا مفيش حد هيروح للبيك كورتكس لما أعدي على الثلمس وهو أوبوزيت سايد، لأن إحنا قلنا الإحساس بتروح الناحية التانية. الجديد انه مرورا بالسيريبيلم، مرورا بمين؟ بالسيريبيلم. ففي السيريبيلم دي اللي صعبه شويه، هندخل من انفيرو سيريبيلر بيدانكل ونطلع من السوبيرو سيريبيلر بيدانكل، ندخل من الانفيرو لان جايين من الفيستيبر نوكلس في المظله يبقى تحت، ونطلع من السوبيرو لان رايحين لفوق للكورتكس، مرورا بثلاث حاجات جوه السيريبيلم: فوليكيولو نودولار لوب، فدنتيت نيوكليس، ففاستيجيال نيوكليس. طيب احاول اذكرك بيها. السيريبيلم ثلاث انواع هناخده بعد محاضرتين ثلاثه. الاقدم واحد فيه شكله زي البابيونا كده، اسمه فوليكيولو نودولار، فوليكيولو نودولار لوب، ومنها ليل دنتيت نيوكليس اللي شكلها زي السنه، ومنها ليل فاستيجيال نيوكليس شكلها زي شجره الاحتفالات بتاعه الكريسماس كده، فاستيجيال عارف بيبقى شكلها كده زي التمانية زي شجر الأرز في لبنان. يبقى في السيريبيلم ثلاث حاجات افتكرها، طلب يقول بنفتكر عملتها ازاي، لو ما حفظتهاش مع عمرك ما تحفظها: فوليكيولو نودولار، فوليكيولو نودولار لوب، ف دنتيت نيوكليس، ف فيستيجيال نيوكليس. وبعدين نروح للثالاموس او اوبوزيت سايد سوبيريو تمبرال جايروس. يبقى تحفظ ازاي؟ ده اصعب باس واي، 1 2 3 برضه. واحد الباس واي قاسم المشترك ان السيمي سيركول كانال بعدت عن طريق فيستيبولار نيرف، فيستيبولار جانجل، وفيستيبولار نيوكليس، دي قاسم معهم كلهم. هعدي على السيريبيلم بعد اروح احس في الكورتكس، هعدي على السيريبيلم، هي دي الوعه ثلاثه قولهم: فوليكيولو نودولار لوب، دنتيت نيوكليس، سنه، فاستيجيال، فيستيبال يعني احتفال، فاستيجيال نيوكليس لانها شكلها زي شجر الاحتفالات. واطلع منها على اثنين اللي هم الثالاموس والاوبوزيت سايد في السوبيريو تمبرال جايروس. ده خد بالك، ده كل واحده من دي سؤال كومس كيو، كل واحده من دي سؤال شافوي، انما قلتها لك باسهل طريقه. يبقى الكونكشن، المذاكره فن، التحصيل فن اخر، في قاسم مشترك يضمن لك نمره. الامبلس جاي منين؟ سيمي سيركو كانالز مرورا بفيستيبولار نيرف، فيستيبولار جانجل، فيستيبولار نيوكليس. حضرتك عاوز ايه؟ ماسل تون، يبقى لازم تنزل للسباينال كور، يبقى فيستيبولو سباينال وريتيكولو سباينال، فيستيبولو سباينال وريتيكولو سباينال تراكس. حضرتك عاوز ايه؟ اوتونوميك تشينجز، طب احنا قلنا ريتيكا فورميشن في كل السنتر، يبقى فيستيبولو ريتيكولار، سهله قوي. حضرتك عاوز ايه؟ نستاجمس، تبقى تروح للميديا لونجيتودينال باندلز اللي بيوصلوا 3 4 5 6 اسف 3 4 6 اون بوث سايدز، يبقى دي سهله. الماسل تون، ريتيكولو سباينال، فيستيبولو سباينال، اوتونوميك تشينجز، فيستيبولو ريتيكولو، النستاجمس، ميديا لونجيتودينال باندلز اون بوث سايدز. عاوز فيرتايجو، دي واقعه بقى. بعد القاسم المشترك تعدي في السيريبيلم على ثلاث حاجات: فوليكيولو نودولار لوب، فدنتيت نيوكليس، ففاستيجيال نيوكليس، وتطلع منها على الثالاموس اوبوزيت سايد فالإكوليبريم سنتر. طالب قال لي طب فين بقى الباست بوينتنج تيست والبرانين؟ انت ما قلتهاش. ايه رايك؟ فكر معايا فينها. صحيح ما جبناش سيره الباست بوينتنج تيست والبرانين، لا جبنا سيره الباست بوينتنج تيست والبرانين، دي سكندري تو فيرتايجو، كنتيجه انك حاسس انك بتدور وانت ما بتدورش، حطيت ايدك غلط. عشان كده ما اقول لك قول لي الباث واي بتاع الباث بوينتنج تيست والبرانيه، هو نفسه بتاع الفيرتايجو اللي هو اصعب واحد. تاني يا اولاد معلش، ان انا عارف الحصه دي تقيله. لما اقول لك قول لي الميكانيزم او الباث واي، هو نفس السؤال بتاع الست حاجات اللي خدناهم. فاكر الست حاجات؟ سنسيشن روتيشن في اول الدوران، وبعدين فول سنسيشن فيرتايجو، وبعدين
باس بونتنج تست البرانية ادي ثلاثة مع بعض، واثنين اوتونوميك تشينجز وتشينج في المسل تون، وواحدة نستجمس، كلهم سهلين. تروح راسس القاسم المشترك السيمي سيركو كانالز، هتبعت امبلس لثلاثة فيستيبولار، فيستيبولار نيرف، فيستيبولار جانجل، فيستيبولار نيوكليس. عاوز ايه مسل تون؟ فكر فكر، تنزل السبان كورد يبقى فيستيبولو سباينال اند ريتيكو سباينال. عاوز اوتونوميك تشينجز تروح للريتيكا فورميشن يبقى فيستيبولو ريتيكولار. عاوز تحرك العين نستجمس يبقى ميديا لينجوتورال باندلز اوف بوث سايدز. عاوز فيرتايجو او باست بوينتنج تيست اوف براني، استناني شويه، دي اللي عاوزه نفكر شويه. اللي هم ايه يا اولاد؟ هنروح لازم للكورتكس في النهايه عشان نحس. ندخل السيربيلا ونعدي على 3 ونطلع منه نعدي على 2، ندخل السيربيلا ونعدي على 3 ونطلع منه نعدي على 2، ندخل السيربيلا ونعدي على، فاكرهم، فوليكلو نودولار لوب، فوليكلو نودولار لوب، دنتيت نيوكليس، فاستيجيال نيوكليس. بعد نطلع من السوبيريو سيربيلا بلانكل على فوق بقى الكورتكس، عشان كده دخلنا من الانفير وطلعنا من السوبيريو. تروح للثالاموس اوف ذا اوبوزيت سايد، ومنها ليل مين بقى بتاع السمع وبتاع الاتزان وبتاع الذاكره؟ السوبيريو تمبرال جايرس. سهله يا ولاد. طيب فضلنا سؤالين خالص. ده سؤال ام اس كيو، ميكانيزم اوف ستيميليشن اوف سيمي سيركول كانالز. ازاي بنعمل ستيميليشن للسيمي سيركول كانالز؟ هتسالها في الشفا او في الام اس كيو. السؤال اللي بحب اقوله ما بيقولوش الزملاء، هو احنا ليه عاوزين نعمل ستيميليشن للسيمي سيركول كانالز؟ في وظائف يا اولاد دي للفهم. وظائف اساسا عباره عن دوران روتيشن، فلو ان الانسان ما بيحتملش روتيشن وبيتاجامد وبيفر وبيحصل له بالور ولخبطه وهايبوتنشن ما ينفعش، وباس بوينتنج تيست برانين شاور على حاجه مش اللي هي المفروض يشاور عليها. كل واحد بيحصل له الحاجات دي بس بنسبه صغيره قوي، لو هو بتحصل بنسبه مزاده يبقى لا يصلح لوظيفه فيها دوران. زي مين؟ زي راقصات وراقصي الباليه، الموضوع كله دوران. زي بتوع الاكروبات، زي الطيار الحربي، الطياره طول النهار تلف وتدور وانجولار اكسلريشن كلها. فلو هتدخل معهد باليه، هتلعب في سيرك، هتروح معهد طيران، لازم تجي لنا الاول نشوفك، نعمل لك ستيميليشن للسيركل كانال ونشوف الريسبونس بتاعتك ازاي. في 3 طرق للستيميليشن. اول طريقه، الطريقه العاديه، نعمل لك روتيشن، نقعدك على كرسي بيدور، روتاتوري ميثود، دور 10 دورات في 20 ثانيه، مش مهم الرقم ده خالص، بس خد بالك بقى اللي فهم معايا الاناتومي كويس. الدوران يا اولاد، ده الكرسي اللي بيدور، ده بيدور في ايه؟ في الهوريزونتال بلين. بس احنا قلنا يا اولاد، ان الهوريزونتال كانال ما هياش ديد هوريزونتال، دي عامله زاويه 30 مع الافق. يبقى لو انا هعمل التجربه دي اقول لعيان هات راسك 30 لقدام، فتبقى الهوريزونتال كانال ديد هوريزونتال. يبقى في الروتاتوري ميثود يجيب راسه دقنه كده تيجي تسنع على صدره، لان احنا قلنا الهوريزونتال ماشي ديد هوريزونتال، عامله زاويه 30. يبقى عشان تبقى ديد هوريزونتال، لان الدوران في الهوريزونتال، عشان نعملها بقى بطريقه حلوه قوي، تقول له هات دقنك على صدرك، يجيب دماغه قدام 30 درجه. طب سؤال بقى في الام اس كيو، في الروتاتوري ميثود لما يدور بتستيميليت ايه؟ تو كانالز اون بوث ايرز، يعني كانال هنا وكانال هنا، وان كانال اون بوث ايرز، يبقى بتستيميليت تو كانالز. كرسي اللي بيدور بايظ، احنا عاوزين نحرك الاندولينف عشان نريفلكت الكوبيولا، نعمل لها ستيميليشن. في طريقه ثانيه بالكونفكشن كارنت يا ولد، تيارات الحمل. نجيب قطنه فيها ميه، انت درجه حراره السوائل بتاع جسمك 37، فنجيب قطنه فيها ميه درجه حرارتها يا 20 يا اما 42 43، يا اسخن يا ابرد، تحطها في ودن العيان. يبقى الاندولين في المجاور ليها حرارته مختلفه عن الاندولين في الاخر، مش نفس درجه الحراره. خلاص؟ ده مش هي دي. فيحصل ما بينهم كونفكشن كارنت، تيارات حمل. فالاندولين فيتحرك فالكوبليا تبقى ديفليكتد. نيجي الغباوه بقى. اقول للطالب يعني الكونفكشن كارنت يحصل ازاي؟ يشاور لي كده. ان ده حاجه سخنه وحاجه بارده، هيحصل ما بينهم كونفكشن كارنت كده. دي ملهاش غير كماله واحده، اعمل له كده بره، كملش الامتحان. مفيش كونفكشن كارنت هوريزونتال يا غدر. غدر هنا طبعا التسليه، يعني الدعابه
قلنا في قبيلة اسمها الغجر، هبحكي لكم عنها يعني مش إساءة، قبيلة هنحكي عنها تاريخ. convection current ده بيعتمد على الوزن، فلازم يبقى vertical، عمره ما بيبقى horizontal. الطلبة يقول لي طب احكي لنا حكاية من حكاياتك عشان ما ننساش قصة الconvection current دي. احكي لكم حكاية مثلث برمودا، كلكم عارفينه. مثلث برمودا ده في غرب المحيط الأطلنطي، خلاص غرب المحيط الأطلنطي جنب كده الحتة بتاعت فلوريدا والكاريبيان، خلاص اللي هو بيقول لك يروح هناك طيارات وسفن بتتشفط لتحت. مثلث برمودا، برمودا ترانجل أو ديفل ترانجل، برمودا ترانجل أو ديفل ترانجل في غرب المحيط الأطلنطي. فيعني طيارات صغيرة وسفن صغيرة تروح تتشفط، فحاروا في ذلك يعني. في أحد التفسيرات أهي، تعالى نتعلم معلومات عامة لطيفة، إن بيقول لك عند مثلث برمودا اللي هو الديفل ترانجل في غرب الأطلنطي، في تحت في قاع المحيط أهو، أدي سطح المحيط وأدي قاع المحيط، في بركان. فليه مش كل سفينة لما بتعدي بتختص أو لسه بقى صغيرة؟ قالك هل بركان هادي ولا ثائر؟ ما هو البركان ما بيثورش، لما يثور البركان بيعمل ايه بقى؟ بتطلع اللافا اللي هي الحمم بتاعته دي تسخن ميه، فالميه ما تسخن كثافتها تقل فتطلع لفوق، وينزل مكانها الميه البارده اللي هي كثافتها اكتر. فلو في سفينه صغيره فوقها تروح نازله. طب مره طالب غلس عليها قال لي طب والطيارات الصغيره ليه بتتشفط؟ لانه هنا اللافا دي بتبقى فيها يعني معادن منصهره عندها ماجنتيك باور رهيبه، فممكن تشفط حاجة صغيرة. يبقى ده التفسير بتاع مثلث برمودا الديفل ترينجل. طيب بنفس المنطق، لو أنا في كوباية كده وحطيت شعلة وسخنت، ما الكونفكشن كرم بيحدث ايه؟ فيرتيكال، السخن هيتمدد بالحرارة فالكثافة تقل يطلع لفوق وينزل بارد. يبقى طول عمره الكونفكشن كرم بتعتمد على الوزن تبقى فيرتيكال. فالكنال تو بي ستيميليتد يا أولاد لازم تبقى في الفيرتيكال بلين. طب هي اوريدي جايه كده 30 درجه، يبقى لو بعد ما احط القطنه وانا عاوز استيميليت الهوريزونت اقول عن هات راسك لورا 60، كده بقت الهوريزونتال ديد فيرتيكال، يبقى هيحصل فيها كونفكشن كار. وفي الطريقه دي يبقى بتستيميليت 1 كانال ان 1 اير، يبقى واحده بس في انها في روتاتوري 2 كانالز 1 ان ايتش اير. طب في طريقة تالتة، قال لك حتة تجيب باتري كده بتطلع جالفانيك كارنت. يعني قال لك ما ناخد من الاخر. يعني ايه ناخد من الاخر؟ هو انت لما بتدور الشخص الاندولين في بيتحرك، فالكوبري تبقى ديفليكتد، فتطلع امبولسز الونج ده ايه؟ ده نيرف. طب ما نعمل استيميشن النيرف على طول. دي فكرة الجالفانيك كارنت، تروح حاطط الجلفانيك كارن كده على الماستويد بروسيس استيميليت الفيستيبولار نيرف. طب هنا النيرف بقى متصل بكام كانال؟ بالتلاتة. يبقى هنا بتستيميليت 3 كانالز ان 1 اير، وده احساس مدمر في الاحساس بالدوران. انت عارف في الاراجيح اللي بيعملوها في الملاهي يوم ما بيدورونا في اتجاهين بتبقى الارجوحه دي حدث، ده هتحس بقى انك بتدور في 3 اتجاهات، احساس مروع لانك بتستيميليت 3 كانالز. النيرف بتاع التلاتة، يبقى الالكتريكال شغل ثلاثة، الهوريزونتال الروتاتوري شغل اثنين، بتاعت الكونفكشن كارنت ثيرمال ميثود شغل 1 كانال في 1 اير. بفتكر واحد اللي هو الثيرمال ميثود، ولازم عشان تبقى فيرتيكال تجيب راسك لورا 60 درجة. طب الروتاتوري تجيب دماغك لقدام 30 عشان يبقى هوريزونتال شغل اثنين، الجلفانيك شغل الثلاثة. ممكن كده على البسطة بتاع بيتك تعمل لك قرشين زي ما قلت، جيب كرسي وجلفانيك كارنت، تقول للطفل تعالى انا هدورك بس حط المعلومة، روح حطيت له جلفانيك كارنت تحس انه بيدور في ثلاث اتجاهات، معه ما فيش مرجحة توري له الاحساس ده، اعمل لك قرشين بالفسيولوجي. خلاص الدعابة يعني. فاضل حتة صغيرة تاني، يبقى عندي ده الميثود استيميليشن سيمي سيركو كانالز. في روتاتوري ميثود لازم تبقى الكنال في الهوريزونتال بلين وبتشغل 2 كانالز 1 ان بوث اير.
يعني one canal in the two ears. الكالوريك بتعتمد على الكونفكشن كارنت اللي هو لازم يبقى فيرتيكال، فلازم تبقى تجيب دماغك لورا 60 درجه عشان الهوريزونتال تبقى فيرتيكال، لان اوريدي جايه 30 شغل 1 كانال 1 اير. الجلفانيك 3 كانالز ان 1 اير، يبقى دي بتشغل 2 كانالز، واحده في كل ود، دي 1 كانال دي 3 كانال. حتى حلوه من الهرتز، يبقى واحده بتشغل واحد ده الكالوريك، واحده بتشغل 2 ده الروتاتري، واحده بتشغل 3 ده الالكتريك. بس في الروتاتري لازم الكانال تبقى ديد هوريزونتال، عشان كده قلت لك الاناتومي الاول. يبقى تجيب دماغك لقدام 30 درجه. في الكالوريك تجيب راسك لورا 60 درجه عشان تخلي هوريزونتال فيرتيكال. اخر حته صغيره يا اولاد اللي هي بقى اليوتركل والسكيول. اليوتركل والسكيول، فاكر الفيستيبيول اللي هو الرودها كان فيه عندي كويس ورحيم، فكل واحد فيه ريسبتور واحد اسمه اوتليث اورجان. اوتليث يعني حصوات في اللغه، او اوتوكونيا او اير داست يعني تراب الود اهي. يعني كل واحده ادي السكيول وادي اليوتركل، كل واحده فيها ريسبتور اسمه الاورجان بتاع الحصوات اوتليث اورجان. كل عباره عن مجموعه هير سيلز اهي يا اولاد، كل هير سيلز شايله فوقيها حصوه اوتليث معموله من، مش مهم تعرف منين، ولا كتير ما يعرفوش، بالكالسيوم كربونيت. اوتليث اورجان او يسموها ماكله، ماكله يعني بقعه، لان هي بنش كبيره كده، البنش شكلها بقعه جوه اليوتركل والسكيول. ده كويس وروحيين جواه بقعه اللي هي الاوتوليث اورجانز، او يسموها ماكله. ليه سموها اوتوليث اورجان؟ لان فيها حصوات صغيره كده الاوتوليث او الاير داست. دي عباره عن برضو هير سيلز كده، بس الفرق هنا بقى ان كل هير سيل عن هناك انها شايله حصوه اهي، والهير سيلز دي اورينتد ان ديفرنت دايركشنز، يعني رايحه في اتجاهات عديده. بس في قاعده عامه، اللي في اليوتريكل موجودة على الفلور بتاع اليوتريكل، وبالتالي الهير سيلز دايركتد ابورز. واظن من غير ما اقول لك شايف تحفظها ازاي، اللي في اليوتريكل لانها على الفلور الهير سيلز اب، اليوتريكل اب اليوم على اليوم. انما اللي في السكيول موجودة على السايد، على السايد، وبالتالي الهير سيل على اللاترال وول، وبالتالي الهير سيلز دايركتد لاترال للسايد، الاس مع الاس. يبقى اللي في اليوتركل اب واللي في السكيول رايحه للسايد. طيب نيجي ايه الفانكشنز اوف اليوتركل والسكيول؟ كلمتين ده عمرها ما تيجي سؤال نظري. اولا مينتنس اوف ستاتيك اكوليبريم، او الاحلى منها يعني ايه ستاتيك اكوليبريم؟ تعرف ذا بوزيشن اوف هيد ان سبيس، وضع راسك في السبيس. وهنا تعالى اوريها لك الاول. اهم دول بتوع السكيول هما في السايد، ادي الهير سيل وادي الحصوه اهي، الحصوه هما بيشتغلوا از ميكانيكال ريسبتور ستريتش ريسبتور. يعني لما الحصوه تبقى ريستنج على الشعره كده مفيش استيميليشن، لكن لما الحصوه تبقى شاده كده على تحت على الهير سيلز يحصل استيميليشن. طب نورمالي بتوع السكيولز اهم كده، يبقى انا دماغي معدوله ايكوال ستيميليتد، فانا حاسس ان دماغي في الفضاء معدوله زي الفل. خلاص لو انا دلوقتي بدات دماغي تيجي الناحيه دي، يبقى دي بقت مدلاه عامله ستيميليشن، الاستيميليشن زاد، ودي بقت انهيبيتد لانها بقت راكبه على الشعره مش شاده عليها، هي ستريتش ريسبتور. يبقى دي ستيميليتد ودي مش ستيميليتد، فحاسس دماغي رايحه ناحيه الشمال. بالعكس لو جبت راسي كده يبقى دي مش استيميليتد ودي اللي استيميليتد، الحصوه مدلاه، يبقى احس انها رايحه ناحيه اليمين. يبقى اورينتيشن اوف هيد ان سبيس. طيب هنا بقى هكمل حته صغيره للاكثر ذكاء من الطلبه. امال الهيد ان ريليشن تو ذا بادي مين اللي بيديك الاحساس بتاعها؟ النيك بروبريسبتورز. خلاص يعني انا راسي هي معدوله في السبيس بس معوجه على البادي، السبيس معدوله بس معوجه على البادي،
العضلات دي مشدوده ودي مش مشدوده. يبقى الهيد ان ريليشن تو ذا بودي نيك بروبريسبتورز. الهيد ان ريليشن تو ذا بودي نيك بروبريسبتورز. طب الهيد اهي معدوله على البادي بس معوجه في السبيس، دي ستيميليتد ودي انهبيتد. يبقى الاتلس اورجان او الماكله اللي هو النون اوديتوري لابيرنث. يبقى ده سؤال مهم جدا في الشفوي. يبقى وضع راسك في الفضاء في السبيس، مين اللي بيديهولك؟ اللي بيديهولك الماكله او الاتلس اورجان. انما وضع راسك بالنسبه للبادي اللي بيديهولك النيك بروبريسبتور، لا ممكن معدوله في الفضاء بس معوجه على البادي، يبقى دي مشدوده ودي لا. ممكن العكس، معدوله على النيك بس معوجه في الفضاء، يبقى ده الاتلس اورجان. تاني واخر وظيفه ونقفل، بس بقولها ليه؟ عشان نكمل الصوره. لينير اكسلريشن مش الانجولار. لما نبقى راكبين باص راكبين قطر نفس الفكره اهي. بص معايا، طول ما مفيش انت راكب القطر لسه او الاتوبيس او الكار ما طلعتش مش حاسس اي حاجه، تو ما بيبتدي يتحرك لقدام كده بالانيرشيا بالقصور الذاتي الحصوات بترجع لورا، فحس ان ابتدت الحركه. حتى لو فرمل فجاه انا وقفت جوه الباص بس هي بالمومنتم طلعت لقدام اتشالت قدام، فحس ان انا الاتوبيس واقف. يبقى اول ما يبتدي يتحرك انا بتحرك لقدام بس هم بالانيرشيا بيرجعوا لورا، ستريتش الهير سيلز، احس ان الحركه بدات. طب انا وقفت بس الحصوات طلعوا قدام شدوا على الشعر. انما ويز كونستانت سبيد تاني ما حسش حاجه. واحد يقول لي طب ازاي يعني؟ ازاي؟ احنا بنركب طيارات بتبقى سرعه الطياره 900 كيلومتر في الساعه، وقاعدين حضرتك سرعه ثابته. الانيرشيا از اوفر كامد، حاسين لما تغمض عليك ساعات كده تحس ان الطياره واقفه. انا فاكر مره زميل فاضل عندنا في الكليه كان اول مره يركب الطياره معانا، وبعدين الطياره طلعت عاليه جدا جدا، فطبعا الصوره ثبتت تحت في الارض. قال لي يا دكتور ده الطياره وقفت. قلت له نهار ابوك اسود، وقفت يا ابني نقع زي الطوب. مش بتاع فيسيولوجي، مش بحصل القصه. يبقى ليه ربنا خلق اليوتريكل والساكيول اللي هو الماكله اللي هي الاتلس اورجان لسببين؟ هنا خد بالك، سيمي سيركولار كانال لسبب واحد، انجولار. سيمي سيركولار انجولار في الام اس كيو، انجولار انجولار سيمي سيركولار انجولار انجولار انجولار. انما الماكله اللي هي الاتلس اورجان اللي هم اليوتريكل والساكيول لينير اكسلريشن، وهما الاثنين يشتغلوا امتى؟ احفظ معايا صم at the beginning بتاع الموفمنتس سواء كانت انجولار او لينير due to inertia at the end due to momentum. وخد الثالثه بقى with change in speed، لو اتغيرت السرعه، لان لو السرعه زادت كان بدانا حركه جديده، السرعه قلت كان بدانا وقوف. انما with constant speed no stimulation، غلط. يبقى عندك سؤال يقول لك اختار الغلط، هي مش stimulated امتى؟ هي stimulated بالاكسلريشن او بدايه الحركه، نهايه الحركه تشينج ان سبيد سواء كان اكسلريشن او ديسلريشن بات نوت كونستانت هاي سبيد. الكونستانت هاي سبيد لا، الكره الارضيه بتدور بسرعه ثابته مش حاسين انجولار اكسلريشن، الطياره ماشيه لينير اكسلريشن بسرعه هايله بس ثابته مش حاسين. دي الغلط، الكونستانت هاي سبيد ما نحسوش. ربنا خلقنا نحس البيجينينج الاند والتشينج في السبيد. يبقى ربنا خلق اس ام سيركل كانال انجولار 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 اكسلريشن، خلق ليه الماكله والاتلس اللي هم السكيول واليوتريكل. قلنا اوعى تنسى في السكيول دايركت تو ذا سايد اس مع الاس، في اليوتريكل دايركت اللي فوق، وعليهم الحصوه هم ستريتش ريسبتور ميكانو ريسبتور. سؤال ام اس كيو يدوك حاجتين، الهيد ان سبيس، خلاص الهيد ان سبيس، ويدوك اللينير اكسلريشن. الهيد ان سبيس ممكن يجيبها لك المينتنس والستاتيك ايكوليبريم، اهي الرسمه. يعني وانت كده حاسس دماغك حتى لو مغمض عليك ان دماغك معدوله كده مايله الناحيه دي، كده مايله الناحيه الثانيه. والديتكشن اوف لينير اكسلريشن. ولا تنسى ان في اليوتريكل بيبقوا عند الفلور دايركتد اب، الهير سيلز في السكيول عند السايد
دايركتد لاترال، الاس مع الاس واليو مع اليو، وهم ميكانو ريسبتور ستريتش ريسبتورز. ده كان النون اوديتوري لابيرنث. انا عارف ان طولت عليكم يا اولاد، بس انا يعني قلت اقول حاجه طويله شويه لاني هتوقف يعني بضع ايام لحد بس ما نعمل تكنولوجي خلي الصوره ترجع تاني هاي ديفينيشن ان شاء الله نسجل ونعيد البث. وفي النهايه بشكركم على وقتكم واتمنى اكون افدتكم والقاكم على خير باذن الله. جود لك يا اولاد.